بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله هيكون عندي حلقة خاصة جدا، زي ما قلت لحضراتكم النهاردة أسبوع المدافعين، ولكن مدافع اليوم له طعم خاص، له شكل خاص، له حب كبير جدا جدا في قلوب كل الأهلوية. طبعا النجم الكبير وصخرة دفاع منتخبنا الوطني والنادي الأهلي السابق، النجم الكبير كابتن وائل جمعة، هيكون ضيفنا في البيت الكبير النهارده. هو مش ضيف الحقيقه، ولكن هو صاحب بيت، وهو صوت من الاصوات العاليه للنادي الاهلي امام طوفان من الاصوات الضعيفه الحقيقه، ولكن يظل دائما وائل جمعه هو الصوت العالي للنادي الاهلي خلال الفتره السابقه. في الحق دائما وائل جمعه بيكسب اي حد بصوته، وان هو راجل حقاني بيقول الكلمه الحق، والقانون بيعرف يقوله ازاي وحافظه ازاي، مش مجرد كلام بيقوله خلاص. فالحقيقة النهاردة حلقة مميزة جدا، وعايز بس احكي لحضراتكم موقف بسيط جدا قبل ما ابدأ الاخبار واستقبل كابتن وائل جمعة. عشرة عمر طويلة جدا ما بيني وما بين الكابتن وائل، فاول ما عرفت الحقيقة ان هو جه من قطر ورجع علشان عنده اجازة الفترة دي، فانا كلمته في تليفونه وقلت له انا هجي لك هقعد معاك ونتكلم ووحشني وعايز اشوفك وكلام من ده. فروحت قعدت مع الكابتن وائل جمعه، فوجئت بحاجات كتير جدا اتغيرت فيه. اول حاجه اتغيرت فيه ان هو اللي كان بيقدم لنا بنفسه الحاجه، يعني جايب لنا شويه حاجات كده، ووائل كريم جدا يعني في بيته، فكان جايب لنا شويه حاجات كده هو بنفسه الحقيقه اللي بيقدم لنا الحاجه، وقايم يعمل لنا الشاي وقايم يعمل لنا كل حاجه. فالواحد قد ايه بيبقى سعيد جدا 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 لما يكون عندك، او وتفتخر بالمناسبه لما يكون عندك صديق زي وائل جمعه. وائل جمعه واحد من افضل واهم واكبر المدافعين في تاريخ كره القدم المصريه. النهارده عندنا برضو فيديوهات مفاجاه للكابتن وائل جمعه، لانه وائل جمعه يستحق الحقيقه اي تكريم ليه او اي كلمه حلوه تتقال، فهي وائل جمعه يستحق اي كلمه تتقال عليه. دي اول حاجه. ثاني حاجه بتكلم مع كابتن وائل، يا كابتن وائل الدنيا هتبقى ماشيه زي الفتره اللي جايه؟ قال لي يا عم اسلام انا جاي بيتي، انا جاي بيتي، جاي قناتي، جاي عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. الحقيقه هو كان دايما الاختلاف كان بيني وبين الكابتن وائل، قال لي بلاش الاربع وخلينا الاسبوع الجاي نطلع علشان تكون بطوله الامم الافريقيه. قلت له كل جمهور النادي الاهلي النهارده هيبقى متواجد على شاشة النادي الأهلي وشاشة قناة النادي الأهلي علشان وائل جمعة صخرة الدفاع في مصر والنادي الأهلي وصوت النادي الأهلي العالي هيكون متواجد النهاردة. الناس أنا عارف البعض بيتفرج على ماتش إنجلترا والدنمارك، ولكن أنا جالي النهاردة صور كتيرة جدا، واحد حاطط شاشتين جنب بعض، حاطط الشاشة بتاعت اللي هيتفرج على المباراة وجنبها شاشة تانية عشان يتفرج على البيت الكبير وكابتن وائل جمعة النهاردة ووجوده في قناته، قناة النادي الأهلي. الحقيقة لو قعدت أتكلم على كابتن وائل هتكلم كتير جدا جدا جدا، ولكن يشرفني اليوم النهاردة كابتن وائل جمعة كالعادة الصخرة مع الشاطر، الهاشتاج اللي هنشتغل عليه النهاردة الصخرة مع الشاطر. أنا متأكد طبعا كالعادة وكعادة جمهور النادي الأهلي الهاشتاج ده هيبقى نمرة واحد في مصر، لأن وائل عنده كلام كتير جدا عايز يتكلم فيه بقاله فترة طويلة ما طلعش، ولكن أصر أن هو يكون متواجد من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. فأنا الحقيقة بشكره جدا، ولكن أنا بشكره بس عشان إحنا على الشاشة وبنتكلم، ولكن الحقيقة وائل دائما من الناس المحترمة جدا، من الناس الكويسة جدا. نتمنى إن شاء الله أنها تكون حلقة تليق باسم النادي الأهلي وتليق بكابتن وائل وتليق بالبيت الكبير. خليني أقول لحضراتكم بعض الأخبار في للنادي الأهلي النهاردة. كابتن الخطيب رئيسا لبعثة النادي الأهلي في المغرب. مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين كان في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، قرر مجلس الإدارة أن يكون الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسا للبعثة في لبعثة الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي في المغرب في المباراة النهائية أمام كايزر تشيفز إن شاء الله اللي هتبقى يوم 17. وطبعا كالعادة الحقيقة كابتن خطيب خلال الفترة السابقة، لو حضراتكم تاخدوا بالكم من السنة اللي فاتت، حضراتكم فاكرين مباراة الهلال؟ كانت مباراة اللي كانت الهلال في السودان، كانت مباراة صعبة جدا، وكانت الأجواء قبلها والكلام ان لازم الهلال يكسب والكلام ده كله، كابتن محمود
وانا فاكر الفتره دي لانه كان الكابتن محمود تعبان شويه ظهره كان واجعه شويه الحقيقه، ولكن اصر على التواجد كرئيس للبعثه في بعثه من المفترض ان هي هتكون صعبه جدا جدا جدا، ولكن اصر ان هو يكون موجود. حضراتكم تتذكروا من شهر تقريبا او من اسبوعين كابتن محمود كان رئيسا للبعثه في جنوب افريقيا وفي قطر، في جنوب افريقيا في مباراه سان داونز، مباراه هامه جدا ومباراه صعبه جدا، وايضا كان رئيسا للبعثه من بعد جنوب افريقيا سافرنا على طول على قطر علشان نلعب السوبر الافريقي. وكالعاده الحقيقه كان الكابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثه الفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي، وبالتالي النهارده مجلس اداره النادي الاهلي قرر ان يكون الكابتن محمود الخطيب هو رئيسا لبعثه النادي الاهلي في المباراه النهائيه. مستر بيتسو موسيماني بيعلن قائمة النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، ضمت القائمة محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بنون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايه ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء. زي ما حضراتكم عرفتوا أن علي لطفي الحقيقة جاله يعني شد خفيف كده، هيحتاج من 4 لـ5 أيام وإن شاء الله يعود مرة أخرى مع الفريق إن شاء الله خلال الفترة القادمة. أيضا محمد الشناوي بيتخلص من الإجهاد ويشارك في مران النادي الأهلي. كل التوفيق طبعا للكابتن محمد الشناوي خلال الفترة القادمة. زي ما حضراتكم شايفين طبعا ده كان من تدريبات حراس المرمى في ملعب التتش النهاردة في التدريبة التي تسبق مباراة المقاولون العرب. إن شاء الله بكرة على الهواء مباشرة إن شاء الله هيكون معاكم الاستوديو التحليلي نجم الكبير الكابتن أيمن شوقي وضيوفه، هيكونوا مع حضراتكم قبل المباراة بساعتين إن شاء الله على الهواء مباشرة لتحليل مباراة المقاولون العرب ضد النادي الأهلي. دكتور أبو عبلة بيقول برنامج تأهيلي لعلي لطفي. دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم قال إن الأشعة التي أجراها علي لطفي حارس المرمى الفريق أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى 5 أيام يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية. يعني طبعا أتمنى كل التوفيق لعلي لطفي، كان الفترة اللي جاية كان هيكون له دور كبير جدا خصوصا بعد سفر محمد الشناوي ككابتن لفريق المنتخب الأولمبي إن شاء الله بعد يوم 17 إن شاء الله علي 4 5 أيام ويرجع، وياما عندنا يعني اللي يشيل الشيلة، عندنا حراس مرمى أكفاء الحقيقة خارجين من قطاع الناشئين اللي عامل شغل رائع جدا جدا في النادي الأهلي خلال هذه الفترة. طيب عايز أقول لحضراتكم إن إن شاء الله النهاردة هيكون المعسكر المغلق للنادي الأهلي. المعسكر ده زي ما حضراتكم عارفين قبل أي مباراة بيكون المعسكر مغلق للنادي الأهلي، النهاردة هيكون هذا المعسكر. خلينا نطلع فاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه قبل بس ما استقبل النجم الكبير وصخره دفاع كره القدم المصريه والنادي الاهلي كابتن وائل جمعه، خليني اقول لحضراتكم قرارات مجلس اداره النادي الاهلي اللي اتخذت اليوم بعد اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده. اول قرار، استعرض المجلس خطه العمل المقدمه من رؤساء مجالس ادارات شركات النادي الاهلي لكل من كره القدم والمنشات الرياضيه والخدمات الرياضيه. ووافق المجلس على رأس مال الشركات الثلاثة المملوكة للنادي وحصص المساهمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس هذه الشركات في هيئة الاستثمار وإصدار التراخيص الخاصة بها. أيضا الموافقة على شراء الأجهزة الطبية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي. أيضا اعتماد نظم السداد الخاصة لطلبات الاشتراكات الجماعية لعضويات النادي سواء العضوية العامة أو في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، وذلك للشركات والهيئات والمؤسسات والبنوك. اعتماد تشكيل الهيكل الإداري للصالات الجديدة المقرر افتتاحها في فرع الأهلي بالشيخ زايد. وأخيرا تكليف الكابتن رؤوف عبد القادر
مدير عام النشاط الرياضي بتقديم كل سبل الدعم والمساندة لأبناء النادي الأهلي المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. طبعا كل التوفيق لكل اللاعبين، لاعبي النادي الأهلي ولاعبي مصر كلهم إن شاء الله في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. طيب عندنا إيه النهاردة؟ زي ما قلت لحضراتكم عندنا النجم الكبير وصخرة دفاع كرة القدم المصرية والنادي الأهلي النجم الكبير كابتن وائل جمعة. داخل وائل، وائل جمعة في هذه اللحظات هو منقذ النادي الأهلي. قفل الزرار فلازم اقفله. قفل الزرار. لا احنا واخدين الفاكسين طبعا. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله. الله يسلمك. كله تمام. الحمد لله 100 100. الحمد لله. اعمل بس حاجه عشان الناس تطمن. انت عارفين يا شباب هو هنا شعره اهو طبيعي. والله شعره طبيعي يا فندم. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كله كويس؟ الحمد لله بخير. تعالى اتفضل بقى. مبروك. نقعد. الله يبارك فيك يا حبيبي. مبروك الشكل الحلو اللي ليه بالنادي الاهلي وبصراحه بالتطورات اللي حاصله وليه بوجود اسلام يعني طبعا في الـ في الـ في القناه والناس القائمين على القناه يعني. حاجه جميله بصراحه وحاجه تشرف يعني. انا بشكرك طبعا على ان انت اختصيتنا النهارده ان انت تكون في اول لقاء ليك في قناتك في قناه النادي الاهلي. انا قلت ضيف وبتاع بس انت عارف لازم اقول المقدمه حبيبي. ولكن الحقيقه ده بيتك. انت دايما بتنورنا ودايما بتكون ضيف على عزيز على كل الاهلاويه بصوتك في الحق دائما يعني. لا طبعا ده شرف ليا وفخر ليا دايما ان انا اكون موجود في بيتي وبيت كل الاهلاويه. طبعا بيت الكبير فعلا طبعاً. اسم على مسمى للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي ومنبر الاعلام للنادي الاهلي. فهو فعلا البيت الكبير بيت كل الاهلاويه اللي بيحبوا ويعشقوا النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا كابتن وائل. خلينا نطلع فاصل قبل ما كابتن وائل يقعد او نطلع تقرير نشوف تقرير عن الكابتن وائل جمعه. ممكن نقعد 3 ساعات في التقرير بس احنا حاولنا نختصره على قد ما نقدر. نطلع نشوف هذا التقرير عن كابتن وائل جمعه ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. النجم وائل جمعه معانا على شاشه قناه النادي الاهلي في البيت الكبير. منور يا كابتن وائل مره ثانيه. قبل بس مسأل في اي حاجه، انت ازاي كان شعرك كده وكنت بتطلع معانا بالمنظر اللي انت كنت بتطلع بيه ده؟ نفسي افهم. قول لي انت كنت ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه بتعمل فينا كده احنا؟ احنا كنا بنعمل فينا كده ليه؟ انت عارف يا اسلام وفي جمهورك. كانت خلاص اصبحت عاده بالنسبه لي. لازم يوم المباراه ده يعني الحلاقه بالنسبه لي اساسي. كانت بتديني جزء من شخصيتي في الملعب. أيوة. وبتديني تركيز وبتديني امور كتير جدا. بحس ان هي بتكسبني مسؤوليه. الشخصيه والشكل اللي انا كنت بظهر بيه ده. ناس كنت بسمع طبعا من لعيبه زمايلنا ان انت الشكل ده بيرعبنا في الملعب. فيعني بعد ما بطلت كوره كان صعب ان انا استمر استمر بالشكل ده. استمر بالشكل ده يعني. ف يعني يناسب بقى طبعا الحاله بيتك دلوقتي. يعني مراتك واولادك قالوا لك نفسي افهم نفسي اعرف. اتبسطوا يعني كانوا مغصوبين بصراحه. كانوا ايه؟ كانوا مغصوبين ان هم يقبلوا الحاله دي. لا لما شافوك كده. انا يعني هو ستايل حياتي كده يا اسلام من البدايه. ما حبيتش ان انا اغير الحاجه اللي بتاثر في تركيزي وفي ادائي. لان في النهايه استمراريتي في الملعب بحالتي بتركيزي الكبير خارج الملعب كان دور مهم جدا جدا ان انت بينعكس على ادائك داخل الملعب. فدي نقطه كانت هم مش حاسين بقيمتها وحسوا قيمتها بعد ما انا سبت شعري. بعد ما يعني لقوا الشكل مختلف فدلوقتي بيقولوا لي اما يتفرجوا على الصور مثلا القديمه او صور زي اللي انت عرضتها دي يقول لك انت كنت ليه بتعمل وانت بتعمل فينا كده ليه كده. طب هم يعني بس انا يعني على الهوا طبعا بشكرهم ان هم استحملوا الشكل اللي كانوا بيشوفوه ده سنين يعني. احنا كنا بنصحى الصبح يا جماعه نشوف. تخيلوا حضراتكم احنا كنا بنصحى الصبح على الفطار ولسه بقى بنعمل عينينا كده كنا بنشوف وائل من غير شعر يعني. تشوف المنظر ده قدامك انت كنتوا بتشوفوه يعني بس احنا كنا بنشوفه طول النهار فمش عارفين نعمل ايه. ده في منكم ناس كمان كانت هي اللي بتقوم بالدور الحلاقه. أيوة طبعا. ايوه كان هو على طول مع المكنه اللي بتحلق. يا ابني ارحمنا بقى ارحمنا بقى. لكن في النهايه يظل دائما وائل جمعه زي ما حضراتكم شايفين بقيمته بتاريخه باحترامه لنفسه باحترامه لناديه وحبه لناديه في قصه تانية في حته تانية بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. خليني ابدا معاك باخر حاجه حصلت ومباراه الترجي ودور وائل جمعه
او دور المحلل الاول وبعد كده دور وائل جمعه اللي غير الدفه تماما لكل الناس الحقيقه، والناس حتى كل الناس سقفت لك في الوقت ده، لان انت دايما بتتكلم في بعض الاوقات انت بتنتقد اداء النادي الاهلي ولكن لمصلحه النادي الاهلي، ولكن يوم مباراه الترجي الحقيقه انت غيرت، الناس كلها كانت رايحه في اتجاه وانت غيرت وجهه النظر تماما. هو طبعا الموقف اللي كان حصل يوم مباراه الاهلي كان موقف غريب على الناس يا اسلام. انت عارف الاتحاد الدولي دايما بيغير في القوانين وبيجدد في القوانين. أيوه. بياخد القوانين اللي تساعد في زياده المتعه عند الـ عند الـ عند المسؤولين عن الكوره يعني. فالموقف اللي حصل كان موقف غريب على الناس. عارف الناس عندها بعض المصطلحات اللي هي مستحيل تتغير، اللي هو يقول لك العقوبه الثلاثيه والعقوبه الثنائيه فكلام غريب يعني. فالموقف كان واضح طبعا جدا جدا وصريح جدا في الازمه اللي حصلت، ازمه الطرد، لعبه طاهر محمد طاهر اللي انفرد بيها بالمرمى وجاي مدافع الترجي، حصلت عرقله ثم تكملت العرقله بالمسك باليد. فالقانون كان واضح وصريح ان المدافع لو عمل كده في حاله الانفراد يعني الحمد لله الواحد انت مذاكر الحاجات دي، يعني الحاجات دي مرت علينا. وبرده واحنا في قاعدين بنتفرج على المباراه لما الموقف حصل بعض الناس المحبين، الناس اللي برضو امدوني بالفيديو اللي انا عرضته لا عرضته على في المباراه نفسها بعد نهايه المباراه، اللقطه الشبيهه بالظبط بلعبه طاهر محمد طاهر اللي هي كانت لقطه ديفيد لويز مع محرز، نفس اللعبه بنفس التطبيق القانون. فده اللي حصل. فانا الواحد في الحق دايما، لو على النادي الاهلي انا هقول على النادي الاهلي حصل كذا كذا كذا. فاللعبه كانت واضحه، اللي ضايقني ان طبعا كل واحد باهوائه وبانتمائه بيحاول ان هو يفسر القانون على مزاجه يعني. فطبعا اللعبه كانت واضحه وانا جبت حق النادي الاهلي في النقطه دي بالظبط. يعني انا مش لو ضد النادي الاهلي كان ممكن ان انا اقول الموضوع كذا 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 وزي ما حصل يعني. فموقف عدى وده بيحصل ان واحد ممكن يبقى على الهوى، انما الموضوع ما فيهوش تعمد اساءه لحد ولا تعمد اساءه للنادي الاهلي. احنا اولا طبعا ما نسمحش باي اساءه للنادي الاهلي في اي مكان وفي اي زمان وفي اي يعني قناه او، انما الناس كلها بتجتهد يعني كل واحد بيجتهد من عنده ويقول رايه الشخصي بعيد عن الانتماء، انما يعني كلهم زملاء افاضل محترمين. لا ما كانش فيهم حد متعمد ان هو يسيء او ينتقص من حق النادي الاهلي. قد تكون عدم معرفه مثلا بالظبط، هي حاجه يعني كده يعني. عدم معرفه او رؤيه هو شايفها من وجهه نظره صح انما هي غلط يعني. بس في الوقت ده تحديدا يا كابتن وائل انت كنت دايما يعني انت غيرت الدفه، يعني الدفه كانت رايحه في اتجاه تاني وانت فاهم قصدي، ان كل الناس كانت بتقول اه ممكن تتحسب ركله الجزاء ولكن الطرد ما كانش يعني لازم يبقى موجود. ما هو اللي انت اللي غيرت الدفه اللي انا قلته لك في العقوبه الثلاثيه، انا عجبني جدا قرار الحكم ان هو راح للفار وراح شاف اللعبه اكتر من مره، هو عارف ان القرار اللي هو حسبه سليم ضربه الجزاء أوكي. هو راح يتاكد اللعبه فيها طرد ولا لا، فده يبان من التعمد، وده اللي عمله المدافع في اللعبه يا اسلام، ان هو حط ايده على كتف الطاهر وعطله متعمد، فهنا وجب الطرد على المدافع. ودي النقطه اللي يعني الناس كانت عايزه تهرب منها بالاعتراض على الطرد، انما هو القرار كان سليم من الحكم جدا 100%. ودي فايده الفار اللي احنا اتكلمنا فيها كتير جدا، وانا اشوف ان هو الفار دايما بيحمي يعني بيحمي العداله وبينقذ الكوره. انا وجهه نظري حتى لو فيها تعطيل وفيها تاخير في بعض الوقت في القرارات، انما انا المراره بتاعه الظلم يا اسلام واحنا عشناها كتير جدا بتبقى اشد على لعيب الكوره وعلى مسؤول الكوره، ان فريق يقعد يستعد لبطولات لمده سنوات طويله جدا ويروح في ظلم حكم، انما طبعا. القرار لما الحكم يرجع للفار فانا اشوف ان هو قرار منصف جدا جدا وقرار عادل وقرار حفظ حقوق كتيره جدا. وانا اعرف ناس من اللي كانت معترضه على الفار في البدايه دلوقتي بيشيدوا بالقرار وبيشيدوا بتجربه الفار وتطبيقها مع الكوره، ومع التكرار تحسن التطبيق الفعلي للفار، قل زمن التوقف الكوره. فانا اشوف ان هو كانت من افضل القرارات اللي اتخذت في تاريخ الكوره يعني.
كابتن وائل جمعه صوت الاهلي الحر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه بس قبل ما انا عايز اعرف راي كابتن وائل في التقرير لانه راي هام جدا، ولكن معانا تليفون مهم. يعني هو اصر الحقيقه لما عرف ان حضرتك موجود معانا كان قال لك لا انا لازم دخله دي مش مريحاني. لا والله ده مش في الكوره خالص، والله مش في الكوره خالص. لا مش ملوش في الكوره، ما لعبش كوره في نادي الاهلي قبل كده. قول الو انت ولا اقول انا ولا لا ايه؟ لا ايوه حاجه انا وانت. الو الو والله عيب عيب عليك يا وائل تبقى في مصر وما تكلمنيش، والله عيب. هو اسلام على فكره اللي فضحني ان انا في مصر. ما كانوش 60 يوم في البرازيل يا وائل؟ ايه؟ ما كانوش 60 يوم في البرازيل مع بعض؟ ده فهمي ولا شيكو؟ فهمي يا احمد، فهمي يا ازيك احمد؟ عامل ايه يا فهمي؟ ازيك حبيبي وحشني ازيك يا اسلام الاول عامل ايه اخبارك؟ ازيك يا فهمي اخبارك ايه يا حبيبي وحشنا. عامل يا حبيبي وحشني انت كمان جدا كده. انت دايما معانا ودايما مساند كبير جدا للنادي الاهلي في كل شيء الحقيقه، وانا عارف اهلاويتك وقلب احمر الحقيقه يعني من جوه. احمد فظيع بسم الله ما شاء الله يعني. عمل لنا كوارث في البرازيل احمد. عمل ايه؟ عمل لنا كوارث في البرازيل. لا فهمي قعدنا 60 يوم انا وهو، يعني عملنا فهمي جمعه البرنامج. البرنامج بتاع فهمي جمعه، فطبعا كانت قصص وحكايات معانا هشام وشيكو اتنين زملكاويه، وفهمي بقى طبعا وعبدون. فاكر عبدون ولا مش فاكر؟ فاكر الفيديو يا وائل؟ لسه معايا. طب احكوا لنا كده ايه اللي حصل؟ احنا مش فاهمين حاجه، احنا قاعدين مش فاهمين حاجه. ما ينفعش تتحكي. لا في مواقف ما ينفعش تتحكي. ها خليه اوريه لك بعد الهوا. اوريه لك بعد الفاصل. انتظر يا فهمي. منور يا فهمي، منور والله. والله انت اللي منور يا اسلام ومشرفنا دايما ومنور بيتك ووائل. يعني من الاهلاويه اللي بره الملعب حتى، والله انا من الناس اللي كان ليا شرف ان انا عاشر وائل فتره طويله. اهلاوي بشكل اهلاوي درجه ثالثه يعني بشكل فظيع. يعني حتى انا عايز اقول لك احنا واحنا في البرازيل كان عدى علينا الماتش بتاع الدوره الرباعيه لو تفتكر. ايوه بتاع 1-0 الاهلي والزمالك بتاع احمد توفيق. كان فرقتنا كان كريم بامبو، كان رمضان لسه كان لسه عيل 17 سنه و16 سنه وانا قلت له وائل النهارده هيخسر. ايوه النادي الاهلي يخسر. لو تفتكر يا وائل كنا متفقين مع هشام وشيكو اللي يخسر ما يحفلش على الثاني. بعدين جالنا المسج 1-0. قال له 1-0 احمد توفيق. كان احمد توفيق اون جول. حط جول في نفسه. فافتكروا ان الزمالك كسبان قام شيكو قال له 1-0 الزمالك. شيكو قال له ولسه الفرقه ما جابوش والاهلي اللي كسب الماتش ده كسبنا 1-0 دكتور احمد توفيق. كان فتح الله ضيع ضربه جزاء برضه لو تفتكر الماتش ده كنت انا وائل مع بعض هناك. بس 60 يوم ده قعدنا مع بعض كتير قوي لدرجه ان في الاخر عايز اقول لك وائل سابني بين الشوطين فاينل المانيا والارجنتين وقال لي كمل انت الحلقه انا راجع في الطياره دلوقتي حالا. لا 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 حصل والله العظيم. والله ما كملش الشوط الثاني قال لي انا بموت. قعدنا 60 يوم كتير برضه خلي بالك يا اسلام. بس وائل ما شاء الله ملتزم. يعني احنا في البرازيل وانا عايز اخرج وابسط كل يوم قيام الليل والله العظيم. كل يوم كل يوم رمضان. بقول لك ايه، طب كان بينام الساعه كام والنبي يا فهمي قول لي؟ كان بينام الساعه كام؟ كان في شغل بقى كنا بنشتغل. والله العظيم انا كنت بروح اقعد في الاوتيل عند حازم وتريكا وكده عشان يخرجوا معايا. هو بيجي انا في عز النوم يقوم مصحيني قوم قيام الليل يا وائل خلاص انا صليت العشاء مش عايز انا مش عايز لا هتصلي قيام الليل. والله 60 يوم جيش. انت طبعا بتقول له احنا على سفر ورخصه يعني طبعا عايز اصلي قصر. حبيبي يا فهمي والله من اجمل الايام اللي الواحد قضاها والله يا اسلام. فهمي جميل ودمه خفيف وممثل حقيقي بصراحه، ليه حضور دايما وليه تواجد وليه خفه دم بتبقى حاضره دايما، ودي مميزات بصراحه قليل ان انت تشوفها في حد. انا وانا بقلب التلفزيون كده كاهلاوي بقى كمان انا ما شفتش حد كده بصراحه. ناس عدد قليل جدا اللي اشوف انتماء وحب ومتابعه واخلاص للنادي الاهلي وتركيز. يعني شوف احنا بنتكلم على فهمي هشام وشيكو نفس الحال مع الزمالك، الزملكاويه جدا. فتخيل هم حياتهم مع بعض بقى بتبقى عامله ازاي، واحد ضد اثنين. ودايما بيتفوق هو عليهم على الاثنين. ايوه على طول انت اللي دايما راكب.
ما هو يعني هو النادي بتاعك دايما ما مشرفك ومكبرك ونادي له نادي كبير بصراحه، وانا انا فخور ان انا منتمي ليه، حتى لو ده بيجيب لي ساعات شويه مشاكل اسلام والله مش بقصدها ولا ببقى، انا بتعامل على طبيعتي، لكن انا في الاخر بتشرف جدا بانتماء النادي الاهلي. ايوه بحب النادي الاهلي فعلا، ومش هو ولا اي حاجه، ودي انت عارف يعني كل واحد في الدنيا ليه متعه، في حد بيبقى متعته عربيات، حد متعته بيوت، حد متعته سفر، انا النادي الاهلي هو المتعه الاولانيه ليا. ايوه شرف ليا ان انا بتكلم معاكوا اصلا، نجمين كبار ربنا يخليك والله فعلا متعونا، والله وكنا بنروح وراكوا كل حته. واخر حاجه بقى بفكر وائل بمناسبه السفريه مجدي عبد الغني لو لا يعني برضو انا مستحيل هحكي اي موقف من المواقف يا فامي. انت عندك استعداد تحكي احكي، انا ما عنديش. بقول لك يا فامي عشان وائل مش هيعرف يحكي. لو انت عندك حاجه تقدر تقولها على الهوا تقولها على الهوا قولها، يعني لو تقدر يعني. لا بلاش يا فامي بلاش يا عم، خلينا نسمع، الناس عايزه تتبسط. اتفضل. طب هقول لك حاجه، هفكرك بواحده وائل لما كان معانا التذاكر بتاعت ماتش الافتتاح. ايوه كان لازم انا وائل نقعد جنب بعض يا اسلام. ايوه لازم نقعد جنب بعض عشان هناخد صور فوتوغرافيه، يعني صور عاديه بالموبايلات. أيوة. تنزل على السوشيال ميديا بتاعت البرنامج. ايوه فارقام التذاكر طلع مجدي هو اللي جنبي انا. فقلت له بدل التذكره مجدي مع وائل عشان يقعد جنبي. أيوة. ينفع هو ده؟ انت بعيد، هو مش معانا في البرنامج. قال لي 1000 دولار. 1000 دولار؟ لا لو والله شفت الضحك ما يحكيش. نص ساعة قلت له مش هيم 1000، هديك 1000 دولار ازاي يعني؟ في الاخر اقتنع وقام، يعني اهم حاجة في الاخر اقنعناه بحاجات بديلة. يعني ايه البديل بقى؟ يعني كانت ايام جميله جدا الحقيقه فامي. جميله والله العظيم. فامي قول لي برايك في النادي الاهلي خلال هذه الفتره من الناحيه الفنيه بقى، النادي الاهلي خلال هذه الفتره ومباراه النهائي، وهل هتبقى موجود في المغرب ان شاء الله ولا شايف الموضوع صعب بما انه ما فيش جمهور؟ يعني باذن الله هكون موجود، يعني لسه بظبطها النهارده كده. انا يعني الحمد لله انا واخد الباكسين وبجيب الفيزا دلوقتي. ايوه ده انا يمكن كمان عندي العرض الخاص بتاع فيلم العارف يوم 14 او 13، بس هضطر اروح المغرب بقى وابقى احضر لما ارجع. أيوة. ان شاء الله اكون موجود. فنيا انا شايف ان احنا ماشيين كويس جدا. الناس اللي بتتكلم ان في حاجات وفي مش عارف ايه على موسيماني، لا انت ارقامك كلها، الراجل يعني جايب العلامه الكامله لحد دلوقتي. أيوة. انت بتتكلم في 5 بطولات، انت واخد الخمسه لو اعتبرت ان ثالث العالم دي بطوله، لان انت برضو يعني صعب تحقيقها. فانت بتتكلم في العلامه كامله، انت في الدوري دلوقتي ما زال موقفك لو انت كملت زي ما انت هتبقى فارق 2 بونت، وعندك افريقيا ان شاء الله الفاينل باذن الله البطوله بتاعتنا، عندك السوبر المصري، كل الحاجات دي فرصك اعلى. سواء بقى بتتكعبل في ماتش او ما بتتكعبلش في ماتش، في غلطات، يعني انت مثلا ماتش بيراميدز يعني غلطات فرديه، انا مش هايل طبعا الشناوي خالص، يعني خالص هي انا بعتبرها من كله، يعني هي كانت عايزه كوره تتشال وخلاص والماتش خلص، بس في الاخر فادتك في الماتش اللي بعده، انت رجعت راكب ورجعت بشخصيتك. اعتقد باذن الله الماتشين اللي قبل افريقيا مهمين قوي. افريقيا مهمه، لو عديت ال3 ماتشات دول يا اسلام هترجع تاخد الدوري مريح خالص. يا رب ان شاء الله. ايه رايك في التحليل؟ لا فهمي لازم نحجز له مكان في استوديو قناه الاهلي بحكم ان هو عايش في مصر دلوقتي. فيجي يوم لا ما شاء الله عليه فهمي في الكوره. لا بجد والله بيفهم، يعني ممكن ما هو ما لعبش كوره مثلا كلاعب محترف، انما عنده فهم في الكوره بجد والله، يعني تفاصيل صغيره وحاجات تبين لك هو قد ايه فاهم. انا سعيد طبعا جدا جدا وبالمفاجاه الحلوه دي والله، وبس نفسي اشوفه على يعني. طب بقول لك ايه، نجم واحنا على الهوا كده فاهم، انا بقالي فتره طويله ما شفتوش والله يا احمد. واحنا على الهوا كده بكره مع بعض يا وائل، بكره ان شاء الله هكلمك ونتقابل نظبط ان شاء الله. عايزين نلعب ماتش كده واحنا مع بعض، ايه رايك؟ يلا خلاص الموجود هنا نظبط، يلا نظبط يوم ونروح. طيب. نتكلم احمد حسن. خلاص نظبط الدنيا ونعمل الماتش. اهم حاجه تجيب لنا توته معاك. هجيبه. انا بشكرك يا نجم على وجودك معانا والله يا احمد، يعني اسعدتنا جدا. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يعني تنور وتشرف في اي وقت، ده بيتك يعني. حبيبي عارف طبعا، عارف حبيبي. حبيبي ربنا حبيبي يا فهمي، ومبسوط اني سمعت صوتك والله، وان شاء الله نشوفك باذن الله. شرف ليا يا كابتن. حبيبي يا فهمي، حبيبي يا فهمي، ربنا يخليك.
ليك، وبنشكرك جدا النجم الكبير كابتن او استاذ، مش عارف اقول ازاي، كابتن استاذ الكابتن الاستاذ احمد فهمي. يعني فهمي علاقه طويله جدا، واهلاوي اهلاوي اهلاوي يعني. لا فهمي شخص درجة جميل، انا بقول لك يعني. عشرته فتره طويله مع بعض لما عملنا البرنامج بتاع فهمي جمعه ده في كاس العالم، حاجه جميله وحاجه يعني اهلاوي تحبه. منتمي جدا للنادي الاهلي ومنتمي لكل ما هو اهلاوي، بيدافع عن النادي الاهلي عن الحاجه اللي بيحبها. وشوف طريقته وحفظه وفهمه للمباريات والتعامل مع المباريات، وانا سعيد جدا بالمداخله بتاعته دي. وبس عايز ارجع للتقرير اللي كان قبل. مهم جدا، انت كنت عايز تقولي رايك في هذا التقرير. يعني في التقرير جت سيره كابتن طارق دياب، وكابتن طارق دياب اسطوره من اساطير الكره الافريقيه، وشخص بيحب النادي الاهلي جدا 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 يا اسلام. وجه هنا النادي الاهلي، وكابتن خطيب استقبله في النادي، وهو اللي طلب على فكره انه يزور النادي الاهلي. فعلاقته بالنادي الاهلي علاقه محترمه جدا، وبيكن كل تقدير واحترام للنادي الاهلي. وزي ما قلت لك الموضوع كان على الهوا وجهه نظر، انما ده ما يقللش ابدا ابدا من حبه واعتزازه بالنادي الاهلي، واعتزاز النادي الترجي بعلاقاته مع النادي الاهلي. وستظل دائما علاقات النادي الاهلي بالترجي كبيره جدا، وسيظل طارق دياب اسطوره من اساطير كره القدم الافريقيه والتونسيه مهما حدث. وكل واحد بيتكلم من وجهه نظره، وفي النهايه هي وجهه نظره بتتقال وخلاص، والموضوع بينتهي واللي بعده واللي بعده. فخلينا نشوف طبعا ترحيب جمهور النادي الاهلي بكابتن وائل جمعه حسني حبيب، نورت وشرفت يا غالي. اللي بعده صلاح النني بيقول جيل الذهب جيل العظماء، جيل لما بنشوفه بنقف اعتزازا وتجليلا، شكرا لدفاعك عن الكيان وهذا ما عهدناه بك، درع وسيف وانت لاعب وكمان محلل، وائل جمعه ساكن قلوبنا. تقول لي ماتش الدنمارك والمانيا وانجلترا، نورت بيتك دايما يا صخره في الدفاع عن الاهلي في الملعب وبره الملعب، ربنا يحفظك وحشتنا يا صخره. ده عبير. ياسر الحمادي، نورت بيتك وقناتك يا صخره، كابتن وائل جمعه واحد من افضل المدافعين في تاريخ مصر، واحنا كجمهور للاهلي كنا سعداء وفخورين، والكابتن بيدافع عن النادي الاهلي ووجهه نظره في الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والترجي الاخيره في القاهره. تحياتي للمبدع والانيق، اشكرك جدا. اللي بعد كده ابو محمد اتنين بيقول طول عمرك صخره في الدفاع عن الاهلي داخل الملعب وبره الملعب. وليد، نورت بيتك يا كابتن مصر. حوده عزوز الاهلاوي، نورت بيتك يا صخره. عندنا كلام كتير جدا، انا لو فتحت الموضوع مش اشكرهم طبعا يا اسلام، هنقرا شويه وهنتكلم. اشكرهم شوية. ويعني دي عادتهم دايما في ظهرنا، ودايما بيسندونا، ودايما يعني بيحبوا كل من ارتدى الفانيله النادي الاهلي ودافع عن كيان النادي الاهلي، وده شرف كبير لينا كلنا يعني. بدات ازاي؟ بما اننا بنتكلم عن ارتداء فانيله النادي الاهلي، ما بعد المحله وارتداء وائل جمعه لفانيله النادي الاهلي. محله طبعا فريق كبير، فريق عظيم، سيظل برضه فريق المحله مهما حصل، هو واحد من عايز اقول لك ان المحله من الفترات الممتازه اللي جهزتني للنادي الاهلي يا اسلام. أيوه. وخلتني جاهز لنادي المحله من الانديه الشعبيه، الانديه الجماهيريه اللي عندها جمهور وعندها ناس بتحب الفرقه باخلاص وبجد، وكانت بتساند وبتدعم دايما. أيوه. وده سمه النادي الاهلي وجمهوره. الضغط في النادي الاهلي اكبر شويه واكبر من اللي كان علينا في المحله، انما انا بتكلم في صفه الجماهيريه. أيوه. صفه الضغط اللي كان موجود، فانا اشوف ان هي هيئتني وجهزتني لتجربه النادي الاهلي، وسعيد ومعتز جدا بانتمائي للمحله ولعبي في المحله، الفريق اللي قدم اساطير للكوره المصريه. لما اسمع عن اسماء كبيره جدا مرت في تاريخ الكوره في جيل السبعينات والثمانينات، وتسمع عن، انا ما شفتهمش طبعا، انما تسمع عن الاسماء دي يتقال لك دول من احسن اللعيبه اللي جم في تاريخ الكوره المصريه. أيوه. كابتن عمر عبد الله، كابتن عبد الرحيم خليل، كابتن عماشه، كابتن اصل اكتر من اسم، نعم، كابتن شوقي، اسماء كتير جدا جدا جدا، اسماء كتير لو نذكرهم. فتسمع عن الناس دي يقول لك دول من اعظم اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر. ايوه. فيعني انا سعيد ومعتز ومنتمي طبعا لفريق غزل المحله. قبل ما نتكلم بس على الاهلي، عايزك تقول لي ايه رايك في المحله الفتره دي، بتتابع يعني او بتتفرج؟ طبعا طبعا طبعا، سعيد جدا بالشغل اللي بيعمله الكابتن خالد عيد بعد فتره غياب للمحله، فترة طويلة عن التواجد في الدوري الأضواء، وزي ما فريق مر بأزمة اقتصادية
على صعيد الاداره في الشركه، وان الشركه دايما هي الداعم لفريق الكوره. حصلت هبوط اثرت على مسيره الفريق، فعودته مره ثانيه وان هو يفوز على الفرق الكبيره في الدوري كعاده المحله زمان في السنوات اللي قبل كده، كان الملعب المحله ملعب صعب جدا على كل الفرق اللي موجوده في الدوري المصري. فانا اشوف ان هي عوده موفقه، وكابتن خالد عيد رمز من رموز المحله طبعا، ويستحق طبعا انه يقود الفريق بالشكل اللي احنا شايفينه. الناس طيبه هناك، بتحب الكوره، بتحب منتميه جدا لفريقها، فانا اتمنى لهم كل التوفيق، واتمنى ان اشوفهم في المراكز الاولى في الدوري، ودايما متواجدين في الدوري الممتاز. يعني ارتداء في نيله النادي الاهلي بقى الحكايه، ايه اللي حصل؟ حكايه معروفه ومحفوظه للناس طبعا، ومعتز طبعا ان انا جدا جدا كان ليا الشرف ان انا اختار النادي الاهلي برغبتي يا اسلام. دي من احسن القرارات اللي انا خدتها في حياتي الحمد لله، وعمري ما ندمت عليها. ايوه مع ان جيت في فتره صعبه، فتره صعبه لو بختار بين الاهلي وبين الزمالك زي ما كان موجود في الفتره اللي انا جيت فيها كنت اخترت الزمالك، انما انا بكامل ارادتي وبكامل رغبتي النادي الاهلي بمجرد ما كلمني وفكر فيا انا سبت كل اللي انا عملته وسبت توقيعي للزمالك على ورقه ورحت النادي الاهلي بكامل رغبتي. يعني طبعا الفتره كانت سيئه كمان للنادي الاهلي كفريق وكمنظومه وفريق خسران الدوري، فروحت الاهلي بحب يعني وانتماء. فده القرار انا بقول لك من افضل القرارات اللي انا خدتها في حياتي. يعني تفتكر اول مكالمه جات لك حد قال لك ايه خلاك تغير وجهه نظرك كده؟ كابتن عدلي القيعي اتصل بيا. اول مكالمه في حياتك تعرف ان انت رايح الاهلي؟ كابتن عدلي والحاج محمد عبد الوهاب اللي كان عضو مجلس الاداره في السابق اتصلوا بيا، كانوا بعد المباراه مباشره في لما حصلت الازمه سمير كمونه وتوقف، اتصلوا بيا قالوا لي في مشكله حصلت كذا كذا. فساعتها كنت انا لسه ماضي ورقه في بيت الكابتن حلمي طولان زي ورقه رغبه يعني. انا طبعا اهلي وزمالك، لو ما جالكش الاهلي بتروح الزمالك. فكانت الفتره دي فتره مهمه جدا في حياتي ان انا اختار فيها. الاختيار جه بعد يعني لما الاثنين اتعرضوا عليك. يعني ده كان قدامك اهلي وزمالك، حضرتك اخترت الاهلي. اخترت الاهلي في الاول ما جاليش الاهلي، ما كانش فيه الاهلي خالص في الصوره، فطبعا فيه الزمالك، وده الناس بتقول الاحتراف وفعلا كان احتراف ان في لعيبه تبقى زملكاويه وتروح النادي الاهلي والاهلاويه وروحوا نادي الزمالك. في الفتره دي انا اهلاوي بس ما جاليش الاهلي، عادي ان انا اروح الزمالك، وكنت هخلص في الزمالك زي ما اخلصت في النادي الاهلي واديته كل شيء يعني. فالاحتراف موجود والانتماء موجود. ايوه فالحمد لله انا بقول لك القرار ده من افضل القرارات اللي انا اخذتها في حياتي، وكنت رايح وعارف ان ممكن يحصل لي مشكله. وحصل لي مشكله بعد كده، بعد فتره من توقيع واظهار توقيعي للنادي الاهلي وانتماء للنادي الاهلي خلاص حصلت بعض المشاكل وبعض المناوشات، انما الحمد لله كل الامور مشيت عادي، وكنت سعيد جدا باختياري ومسيرتي اللي بدات واستمرت الحمد لله وانتهت بالفضل والحمد لله بالحب اللي احنا شايفينه من تعبير الناس في التعامل معانا وفي احترامهم لينا في كل مكان. يعني الحقيقه من ساعه ما اعلنت عن الحلقه ان هيكون معايا كابتن وائل جمعه، ووائل بصراحه كان مقلقني، قال لي ماتش انجلترا والدنمارك، قلت له يا ابني اسمع كلامي، جمهور الاهلي بيحبك في يعني احنا في حته تانية، انت ما لكش دعوه بالانجلترا. هيسمعوا والله انا في ناس هبقى اوريك الصوره حاطين صوره بيتفرجوا على الماتش، مشغلين المباراتين، المباراه انجلترا والدنمارك والاستوديو بتاعنا وانت بتتكلم في البيت الكبير. فيعني حاجه جميله جدا، والواحد قد ايه بيبقى سعيد لما بيشوف فرحه جمهور النادي الاهلي. ودي الكلمه اللي قالها لي وائل الحقيقه اول ما قلت له، قال لي خلاص ما ماشي يوم الاربعاء انا معاك عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل تقرير نشوف الجمهور النادي الاهلي بيقول ايه عن كابتن وائل جمعه، ونرجع نعلق عن هذا التقرير. احنا شايفينك على قناه الاهلي مع كابتن اسلام، وان شاء الله نتملاك الخير ومش نسير لك يعني بطولاتك مع الاهلي ومواقفك مع الاهلي. صخره الدفاع النجم وائل جمعه ده كان سبب رئيسي كان في حصول الاهلي على دور الابطال افريقيا في مباراه الصفاقسي. كابتن وائل صخره الدفاع المصريه، شال كتير قوي في المنتخب المصري
ومن اكتر الناس المحبوبين جدا في الكوره، وحابب الاولاد والشباب وشجع الناس كتير جدا. وائل جمعة لعيب تاريخي من زمان، فكان المفروض هو يكمل معانا شويه، بس هو ما عرفش يعني ايه، اعتزل بدري قوي يعني. وده من النجوم اللي ما حدش ينساها كلاعب وكمحترف وكان راجل دولي، فخساره ان احنا خسرنا واحد زي وائل جمعة يعني، نجم من نجوم الاهلي الكبار يعني. هو كابتن وائل جمعة اولا انا بسلم عليه، هو من الشخصيات المحترمه جدا، والاهلاويه كلهم ما بينسوش، بل من جمهور مصر كله ما بينساش الجيل العظيم بتاع كابتن وائل جمعة، كابتن بركات. بص انا حضرتك، انا مشجع زملكاوي جدا يعني، وبحب وائل جمعة جدا. من اهم حاجه منتخب مصر كان وائل جمعة حلو جدا في منتخب مصر. في الدقيقه الثانيه من الوقت الاضافي الاول، اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. حتى اللي ما بيشجعوش الاهلي بيحبوك. الحمد لله يا اسلام، يعني ده من نتيجه الاخلاص اللي الواحد كان بيخلصه سواء للنادي او للمنتخب طبعا. فده يعني رزقنا الحمد لله بحب لكل المشجعين للكوره في مصر كلها على خلاف انتماءاتهم يعني. فالحمد لله ده الحب ده اللي احنا بنخرج منه من الكوره. فيعني نتيجه الاخلاص الحمد لله والاجتهاد والتعب والتركيز اللي احنا يعني انهينا بيه مسيرتنا مع النادي ومع المنتخب يعني. بس انت بدات حياه صعبه، كلنا يعني كلنا في بداياتنا بتبقى الحياه صعبه علينا، ودايما انا بسال السؤال ده يعني، حتى الناس بتقولي انت دايما بتكرر السؤال ده، بس السؤال ده ما بيبقاش لينا لان احنا حافظينه وعارفينه، ولكن ده بيبقى للشباب اللي بيتفرج عليك. ايه اللي حصل في بداياتك لغايه لما بقيت وائل جمعه نجم النادي الاهلي يا وائل؟ لانه الترند الايجابي هو المهم دلوقتي، احنا ما بنبصش على الترند السلبي، احنا دايما بنبص على ايه الدروس المستفاده من حياه نجم كبير زي وائل جمعة يستفيد منها الشباب. يعني طبعا التركيز والاجتهاد نتيجته بتبقى التوفيق، ونتيجته ان ربنا بيرزقك ان انت تبقى موفق في كل خطواتك وفي كل قراراتك. فده اللي احنا الحمد لله عملناه اسلام. التوفيق كمان ممكن يجي لك في المجموعة. يبقى جنبي اسلام احسن واحد في مكانه، يبقى جنبي بركات احسن واحد في مكانه، يبقى جنبي ابو تريك احسن واحد في مكانه، ورايا احسن جول في تاريخ مصر، يبقى قدامي راس حربه احسن. فده نوع من انواع التوفيق. كلنا كنا مكملين لبعض. ايوه، فاللي بيحصل هنا النجاح. انت عارف الكوره لعبه جماعيه، لازم النتائج يعني عمرها ما تكون مرتبطه بفرد ابدا طبعا. ولا واحد يكسب فريقه كفرد، لازم المجموعه كلها، وده اللي احنا عملناه الحمد لله. في خلال المجموعة دي أدائك وتركيزك في واجتهادك في كل المباريات. أنت لو تفتكر الجيل بتاعنا إسلام وإحنا مع بعض فترة طويلة جدا، ممكن تمسك كل واحد فينا مثلا تطلع له في خلال السنة ماتشين ثلاثة بس وحشين. هو ده التركيز اللي أنا أقصده، إن أنت تاخد مشوارك كله بتركيز واحد واجتهاد واحد وخط واحد، ما فيهوش يعني ايه تلعب على سطر وتسيب سطر، او تمشي على سطر وتسيب سطر، اللي هو تلعب مباراه وتقل مباراه. لا، كنا ماشيين على نفس الخط برغم ان انت بتفوز وبتكسب بطولات، انما ما كانتش النقطه دي بتتغير عندك ابدا. الفتره دي احنا يعني النادي الاهلي خد كل حاجه تقريبا الفتره من 2003 2004 تقريبا، من 2004 تقريبا لغايه 2012 13 محليا انت مكتسح كل الفرق اللي موجوده، مسيطر على كل البطولات المحلية ولا حتى الأفريقية يعني. حصلنا على أكبر عدد من البطولات في الفترة دي. البطولة الوحيدة اللي خسرناها كانت بطولة 2007 يعني، وخدت 8 على طول. حتى بتخرج مثلا من السيمي فاينل، إنما ده الفاينل 7 بتبذل ده الفاينل. بتبذل أقصى جهد عندك طول الخط. ما عندكش تراخي في مباراة، ما عندكش دلع في مباراة. لما كان يحصل هزه او خساره في مباراه، كانت الناس بتبقى شايفه ان اللعيبه دي بذلت كل ما في وسعها. عمرها انا ما افتكرش مباراه للجيل بتاعنا يا اسلام ان الجمهور طلع لام على اللعيبه، ان انتم مقصرين، ان انتم ما انتوش قادرين، ان انتم مش عارف ايه. الرغبه كانت موجوده، الطموح كان موجود على طول الخط، وده اللي احنا بنتمنى ان احنا نشوف الناس اللي جت يعني اللي جايه بعدينا واللي موجوده حاليا على نفس الخط ده وعلى نفس الطريقه وعلى نفس النهج، لان ده اسلوب حياه النادي الاهلي وطريقه اداء النادي الاهلي وطريقه تعامل كل من ينتمي للنادي الاهلي في كل اللعبات وفي كل البطولات. ايوه، شادي كان معايا في اول حلقه قال لي ان هو كان قاصد يعمل الاوفر في ماتش الزفاقسي، قال لي
انت فاهم انا شادي الكذب الكذب اسلوب حياه عنده. انا بشوف انا بقول لك ايه. قال لك ايه؟ قال لك انا كنت قاصد ان انا العبها على دماغ فلافيو. موتني بصراحه عشان هو شارك في الجول بس. يعني الجول ده بالنسبه لك الاول في هنا تعادل ايجابي, وبعد كده تروح تكسب هناك 1-0 في ظل ظروف صعبه جدا, اعتقد كانت الفرحه كبيره قوي. يعني اللحظه دي كانت من اعظم اللحظات اللي مرت علينا في النادي الاهلي يا اسلام, وغيرت مفاهيم كتيره جدا في المجموعه بتاعتنا وفي الجيل بتاعنا وفي عقليه الانتصار, ان انت ما تستسلمش. تعادلنا في مباراه الذهاب اللي كانت في هنا في القاهره 1-1, والفرحه تمت من الصفاقسي وجمهور الصفاقسي. عايز اقول لك المباراه دي لا زالت لغايه دلوقتي مؤثره في تونس بطريقه ما تتصورهاش, ومؤثره في مدينه صفاقس نفسها. انا معانا طبعا زميلنا اخونا حاتم الترابلسي, طبعا واحد من افضل واعظم اللعيبه اللي جت كظهير ايمن في تاريخ الكوره الافريقيه, ولعب في اوروبا في اماكن مميزه, هو من صفاقس. فدايما في نقاش بيننا وبين بعض بسبب المباراه دي. بيقول لك ايه بقى؟ لا زالت لغايه دلوقتي. بيقول لك ايه؟ ما زالت, لان يعني زعلان في نقاشات وفي طبعا على ايه بقى بطوله, يعني بطوله افريقيه. اصل انت الفتره دي بطوله افريقيه, ان انت تروح تاخدها من تونس قدام فريق ما بيوصلش اساسا ل ما بيوصلش اساسا. بص هنا شادي قاصد يعمل الباص اللي عمله الباص اللي عمله الشادي, قاصد يعمل الباص الطويل على دماغه. لو ما كانش عمل الباص ده ما كانش جه الجول. فرحه كبيره. الدقيقه طبعا 92 خلاص المباراه بتنتهي, فهو قال ان احنا مدربين عليها ولا قال ان هو قاصد يعملها؟ الاثنين. لا طبعا اللعبه كان فيها توفيق كبير جدا طبعا, انما يعني لحظه بقول لك هي الاعظم في اثرت في مشوارنا بشكل كبير جدا, واثرت على المنافسين بتوعنا حتى اسلام افريقيا ومحليا. ايوه يعني انا افتكر حازم امام قال لي كلمه على بعد المباراه دي. يعني وشفنا توابعها بعد كده, انما يعني من المباريات التاريخيه بصراحه في تاريخ النادي الاهلي, انا بعتبرها مع مباراه الترجي 2012 يا اسلام. ان دول افضل مباراتين قبل طبعا القضيه ممكن, يعني المباراتين أيوه. دول قبل مباراه الزمالك الاخيره 2000 اللي هي البطوله التاسعه. ايوه هم الاعظم في المشوار الافريقي للنادي الاهلي من حيث الروح والانتصار واهميه المباراه, وان انت تجيب بطوله خارج ارضك. بطوله كانت صعبه وكان صعب جدا, خاصه ان متعادل في مباراه الذهاب, ثم جت مباراه الزمالك بقى اللي من حيث القيمه هي بالنسبه لي اللي هي الاعلى. البطوله التاسعه بالظبط. طيب انت كنت تقول لي حازم قال لك ايه ساعتها؟ حازم امام نجم كبير طبعا. طبعا حازم يعني حازم الكبير. حازم امام المباراه الصفاقسي دي كان عندنا معسكر تقريبا بعدها في المنتخب. أيوة. يعني بيتكلم معايا, فان البطوله دي حسيت من كلامه ان البطوله دي اثرت يعني تاثير سلبي على سلبي على على نادي الزمالك. ان الزمالك هو المنافس بتاعك في طبعا. في الـ في الـ في الكره المحليه في مصر, وفي منافسه دايما, هبوطك انت وهبوط مستواك بيديله هو دوافع, والعكس صحيح طبعا مع طبيعي. فده طبيعي في المنافسه, فان انت ترجع بانتصار من بطوله كان معدوم فيها الامل باداء وروح, وان انت تجيب جول في الدقيقه 92 دي غيرت امور كتير جدا. ايوه طيب انت بتتكلم برضو عن بطوله 2012. 2012 طبعا انت متواجد في كل يعني الحمد لله تاريخ الحمد لله تاريخ مكتوب الحمد لله. يعني ف 2012 برضو كانت بطوله مهمه جدا طبعا. ايه اللي حصل لو تفتكر في المباراه النهائيه؟ بس يمكن المباراه النهائيه هنا برضو كان التعادل, وبعدين تعرف طبعا الاحداث اللي حصلت كانت بطوله الشهداء يا اسلام. أيوه. وحادثه بورسعيد الاليمه طبعا. أيوه. اللي اثرت فينا كلنا, والنشاط الكوره توقف تماما, وكانت من اصعب الفترات اللي تمر على لاعب الكوره, ويعني حزن في كل مكان حواليك, وشباب بتغدر بيه وتوفى, فكان يعني لازم نخلق دافع لينا وللعيبه, فان احنا نهدي البطوله دي للشهداء. ايوه جه حصل الموقف طبعا مباراه الذهاب وتعادلنا, فطبعا قلنا المفاجاه مش ممكن تحصل مرتين, بتحصل مره واحده بس. حصلت في الصفاقسي, مش هتحصل تاني. فانما اللعيبه كانت رجاله كلهم, ولعبنا بروح وباصرار وبعزيمه كبيره جدا,
مباراة على المستوى الفني أنا وجهة نظري هي الأفضل في تاريخ النادي الأهلي كله، مباراة الترجي 2012 ككورة وروح وإصرار ولعبنا كورة جميلة وكورة حلوة الناس تحبها، على الرغم أنها كانت فيها مفاجآت كتير في على مستوى التشكيل والاختيارات والأسماء، ولما شفنا دكة البدلاء كان قاعد بره كان أبو تريكة ومتعب وسيد معوض وبركات يعني، ودول كلهم أسماء كانت أساسية في الفرقة يعني. فإنما أدينا مباراة كبيرة جدا بروح ووصلنا لمرمى الترجي أكتر من مرة وسجلنا 3 أهداف وضيعنا ضربة جزاء وعملنا مباراة ممتعة إسلام في قلب جمهور تونس في رادس جمهور بقول لك رايح نفس القصة اللي حصلت في 2006 كانوا بيحتفلوا، لو أنت كنت في الملعب وشايف قريب من الجمهور الناس احتفلت خلاص، احتفلوا خلاص دول كرروا نفس الموقف برضو قبل المباراة. فروحنا وعملنا يعني بصراحة مباراة فيها روح كبيرة جدا من كل اللعيبة وأداء حلو وممتع، الناس كلها استمتعت بالأداء وكررنا المفاجأة مرة تانية ورجعنا بالبطولة الأفريقية اللي كانت زي ما قلت إهداء للشهداء بتوعنا اللي كانت أفضل تكريم ليهم وجهة نظري، واستمرت الحمد لله استمرت بعد كده روحنا على القضية. أنت كنت اليوم ده في الاستوديو؟ كنت أنا في الاستوديو في اليوم ده. عملت إيه بقى؟ كنت انا قاعد بتفرج على المباراه دي انا وكابتن طارق دياب في عندنا في القناه مقسمين غرف في الفي اي بي يعني فكل حد لو حد بيحب يقعد يتفرج لوحده بيتفرج مع نفسه كده في غرفه من دول فانا كنت واخد مكان انا وكابتن طارق قاعدين فيه وهيثم فاروق طبعا معانا كان في الاستوديو كان هيثم زمالك زمالك فواخد يعني مكان لوحده يعني صوتي جاب مع الهدف صوتي جاب نطيت في السقف والله من الفرحه وكنت متوقع لا هو الصراحه التوقيت الهدف كان مفاجاه حلوه يعني دايما الاهداف اللي تيجي في الخمس عشر دقائق الاخيره دي في نهايه المباراه بيبقى ليها تاثير كبير جدا على المنافس المباشر بالنسبه لك بطريقه مؤلمه يعني يعني الحمد لله كانت فرحة كبيرة جدا خاصة ان الزمالك قبل الكرة دي وفي المباراة يعني كان عامل اداء انا وجهة نظري كان ممتاز بصراحة كويس عكس الاداء اللي كان بيتأدى قبل كده انما الفرحة في النهاية والتاريخ بيذكر ان انت اديت مباراة وكسبت بطولة على المنافس التقليدي بالنسبة لك اللي مش ممكن يلعبك مرة تانية اعتقد في نهائي بطولة قارية مرة تانية في الوقت القريب العاجل يعني صعب ان المباراة زي كده تتكرر يعني على الرغم من الكل كان باصص للسنة دي ان ممكن تتكرر تاني يعني ممكن طبعا انما هي بتبقى صعبة. حدث نادر ان انت المباراة دي بظروفها تتكرر في لان البطولة الافريقية صعبة مش سهلة مش من السهل ان فريقين من بلد واحدة يوصلوا النهائي مرة تانية في فترات متقاربة يعني طيب قبل برضو ما نطلع الفاصل القادم خلينا نشوف برضو الجمهور قايل لكابتن وائل جمعه ايه بص زوايا حد اسمه زوايا قال لي ولا مليون انجلترا تمنعنا ما نتفرجش على صخره الدفاع الاهلاوي وده يعني ايه مليون منور يا صخره منور الدنيا وبيتك يا كابتن وائل محمد عدوي بيقول الصخره واحد بس دايما بحب اسمعك واشوفك في استوديو تحليل اي مباراه الاهلي لانك اسد فعلا وبترد عن اي شخص بيفكر تمام اسماء بتقول جمهور الاهلي ما بينساش اللي وقف جنب الاهلي ودخل حروب ملوش دخل فيها علشان خاطر الاهلي تمام تيمو منور بيتك يا كابتن البيت الكبير يا كبير نورت بيتك يا روائح الزمن الجميل ده مونتي ماجي صلاح بتقول نورت بيتك يا صخره وحشتنا ودايما في قلوبنا ممكن تبعتوا اسئله يا جماعه لو سمحتوا ممكن اسئله للكابتن وائل اي اسئله حضراتكم عايزين تبعتوها للكابتن وائل الصخره نور الدين بيقول الصخره منور الشاشه مع اشكرك جدا من الناس اللي زاد حب جماهير الاهلي ليه بعد الاعتزال كابتن وائل جمعه افضل مدافع شفته في حياتي وفي الجيل الذهبي ماشي انتوا كده هتخلوه يعني مش هيجيلي تاني مش هيجي تاني بقى كده لا سلام حبيبي كوين بتقول مساء الخير يا كابتن اسلام مساء الفل كابتن وائل افضل مدافع افريقي كلمنا بتقولك طمنونا عن كابتن ابو تريكه سبت ماتش انجلترا وما اقدرش اشوف الصخره وما اتفرجش احمد الماجيك بيقول منورين الكون كله حضرتك سبب في حبي وعشقي للنادي الاهلي مها محمد بتقول عقبال ما نشوف كل الناس منورين الشاشه قريب وما نشوف امير القلوب
الاهلي بيقول يا صخره لما بطوله صفاقيا عملت فيهم كده، مال القاضي عملت فيهم ايه؟ هو شرح دلوقتي قال القاضي عمل فيهم ايه. سلم لنا على ابو تريكه صخره. احمد مصطفى، احمد ابو بكر بيقول منور الدنيا كلها يا كابتن، بالتوفيق لحضرتك وكابتن اشكرك جدا. فطوم احنا بنحبك يا كابتن، الحقيقه عايز اسالك واشكرك طبعا عن دفاعك، وعندي سؤال. يا كويس، هو حضرتك ليه مش موجود في بيتك بمنصب فني او اداري؟ وكمان ممكن اسالك ايه افضل طريقه لعب يلعب بيها النادي الاهلي في النهائي؟ يعني اولا ليه مش موجود في بيتك بمنصب فني او اداري؟ الاهلي طبعا. يعني انا موجود في بيتي. لا طبعا النادي الاهلي مفتوح لي في كل وقت، ويعني زي ما قلت الحمد لله الامور ماشيه بشكل ممتاز. الناس بتأدي دورها دلوقتي والفرقه مستقره. انا مش مع ان حد يدخل على المنظومه وهي مستقره وماشيه. ف احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي وكل الدعم للنادي، وتحت امرهم في اي وقت وفي اي مكان يحتاجونا فيه احنا معاهم وتحت امرهم في كل شيء. استاذ قبل ما نروح للسؤال الثاني، وائل انت ممكن تروح لتزور الفرقه قبل ما يسافروا الفتره دي ولا مشغول؟ انا عندي الاستوديو بتاع المباراه، فلو هناك فاحتمال اسافر قبل فممكن اروح. يعني ممكن انا لسه عندنا وقت قبل ما الفريق يسافر، انما عشان مباريات الدوري فما حبيتش ان انا اروح لهم. تروح لهم دلوقتي. اسالك، عايز اسالك برضو ايه افضل طريقه لعب يلعب بيها النادي الاهلي في النهائي الافريقي؟ افضل طريقه لعب اللي احنا متعودين نلعب بيها طبعا. بنفس السيستم اللعب، بنفس اللعيبه اللي موجوده. انا اهم شيء بالنسبه لي ان احنا ما نخسرش لعيب مهم قبل المباراه دي يا اسلام، خاصه ان عندنا مباراتين مهمين في الدوري، ان اصبحت مباريات الدوري مباريات مهمه، انما الاهم هو بطوله نهائي دوري ابطال افريقيا. المهم ان احنا ما نخسرش لاعب اساسي من الاساسيين قبل المباراه. المباراه مش هتكون سهله ابدا ابدا، لان ده فاينل، وفريق قدر انه يخرج فريق الوداد من الدور قبل النهائي، يلعب 180 دقيقه ما يدخلش فيه هدف. فممكن المباراه تصعب علينا، وانما انا عندي ثقه كبيره في اللعيبه ان شاء الله وفي موسيماني ان نقدر ان احنا نفوز بالمباراه. يعني هنتكلم فنيا اكتر عن حتى عندنا مباراه بكره مع المقاولين، عايز اعرف وجهه نظرك في هذه المباراه. وايضا عايز اسالك لانه اليومين ثلاثه اللي فاتوا كابتن محمد عبد الجليل طبعا المدير الفني المقصه، انا اعتقد ان انت متابع كل التصريحات طبعا. كابتن محمد عبد الجليل قال لك يعني ايه، انا قلت لعيبتي تبقى خايفه شويه على لعيبه النادي الاهلي في المباراه، خايفه من ناحيه ان ما حدش يخش جامد، بس هو عايز يكسب المباراه. الناس ودت التصريحات، الناس عارفه المعنى، الناس عارفه المعنى، بس بتلعب بالالفاظ يا اسلام. ايوه دي الحاجه اللي بتضايقني بصراحه. يعني برافو عليك يا وائل. انا يعني بيلعب بالالفاظ، لانه هو مستحيل كابتن محمد عبد الجليل لو هو كان لاعب في الاهلي سابق ومدرب في النادي الاهلي قبل كده ومنتمي للنادي الاهلي، ان هو مش عايز يفوز على النادي الاهلي. وما يتمناش ان هو ياخد الثلاث نقاط بتوع مباراه الدوري. وعماد كده بكره، وعماد نحس نفس الكلام مع المقاولين العرب. مستحيل طبعا، يعني هو يقصد المعنى اللي الناس سيئه النيه وسيئه التفسير الظن عايزين ياخدوا الكلام للحته دي، عشان لما النادي الاهلي يفوز يقول لك لا ده حصل تواطؤ، ده حصل مش عارف ايه. فالكلام واضح وصريح ومش محتاج تفسير مننا يا اسلام. هو ناس سيئه الظن بتعمل ضغط على الكابتن محمد عبد الجليل عشان اللعيبه تظهر بشكل اجريسيف، ممكن تعور حد من اللعيبه كنوع من الضغوط، ودي ده نوع من الاساليب اللي الواحد ما يتمناهاش. يعني إن مستحيل هو يكون بعد انتمائه للاهلي ده يقول حاجه زي كده، او ما يتمناش انه يفوز على النادي الاهلي. يعني انا لو مدرب وانا لاعب سابق في تاريخ في النادي الاهلي وبدرب اي فريق، انا يعني اتمنى ان انا هنزل العب على الفوز مش على النادي الاهلي. ده اسلوبي وطريقتي مع كل الفرق، ومش هطلب من لعيبتي ان هي ما تلعبش بقوه وتلعبش، انما تلعب على الكوره. انما الناس التانية دي عايزه تاخد الكلام في حته تانية غير موجوده طبعا في تفكير اي حد، في تفكير اي حد. اخلاق ومبادئ النادي الاهلي عموما. انا برضو قلت الكلام ده حتى للكابتن عبد الجليل امبارح، قلت له ان يعني انا لما تيجي تبص على تاريخ المباريات ما بين الاهلي والمقصه مثلا، ما هيقولوا كده بكره على اعماد والكلام، بس انا بتكلم على المقصه. الكلام اللي اتقال ان تاريخ المباريات 99.9% من المباريات الاهلي كسبان. انا بقول لك الاهلي يعني ده يعني الطبيعي، مش احتياج لكده، انما هو اللي بيقول الكلام ده عايز يخلق مشكله من لا مشكله. أيوه. عايز يوجد مبرر بيفسد فيه فرحه النادي الاهلي لما يفوز، يسخن لعيبه الفرق المنافسه دي ان هي
تعمل مشاكل للعيبه النادي الاهلي ان يعني هي كلها اساليب غير شريفه وغير رياضيه مطلوبه في الوسط الرياضي. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن وائل جمعه. اي سؤال حضراتكم عايزين تسالوه ابعتوا على الصخره مع الشاطر. كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها هنسالها الكابتن وائل جمعه بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن وائل برضو مباريات الاهلي بكره ان شاء الله، مباراه الاهلي مع المقاولين ومباراته مع مصر المقاصه في الدوري العام المصري قبل النهائي الافريقي، بتبص للماتشات دي ازاي خصوصا في ظل ان انت في النهايه انت عندك نهائي افريقيا برضو؟ يعني الفرقه دلوقتي الحمد لله فيها لعيبه كويسه كتير. يقدر موسيماني لو بيفكر انه رايح عنصر او اتنين من العناصر الاساسيه المهمه جدا يا اسلام، ما عندوش مشكله انه يريح حد منهم. شفنا المباراه اللي فاتت بدري بانون كان مش موجود مع الفريق نتيجه الايقاف، ولعب ياسر ابراهيم ولعب ايمن وظهروا بشكل جيد والفرقه فازت باربع اهداف. فيقدر انا اشوف ان في بعض العناصر اللي محتاجه ممكن يحافظ عليها وتبقى موجوده مع قائمه الفريق. ايوه وفي نفس الوقت يحتفظ بيها للمباراه النهائيه لان المباراه مهمه طبعا جدا جدا. فالفرقه فيها عناصر تقدر ان هي تتجاوز المباراتين اللي في الدوري والحفاظ عليهم يبقى شيء مهم. يعني انت وجهه نظرك ان يتم التغيير في حدود بالظبط في حدود، يعني اختيار بعض العناصر اللي احنا ممكن نشوف ان هي ملهاش بديل في مباراه النهائي الافريقي. ايوه ممكن يعني احافظ عليهم بيلعبوا المباراه يلعبوا شوط ويخرجوا كده يعني المباراتين المتبقيين يعني. فالفريق الحمد لله غني بالعناصر دلوقتي اللي فيها اللي تقدر ان هي تسد في حاله غياب بعض العناصر الاساسيه. انما في مباريات انت محتاج زي مباراه النهائي الافريقي محتاج تخش بقائمه اللاعبين كامله كامل محدش يغيب عنك. عشان كده قلت لك من شويه طبعا اهم حاجه في المباراتين اللي جايين ان احنا نخرج بدون اصابات وبدون غيابات مهمه عن الفريق في المباراه الافريقيه. طيب ده بالنسبه لمباراه المقاولين والمقاصه. شايف بقى مباراه النهائي ازاي وائل؟ يعني انت لما تيجي تتفرج على فريق كايزر تشيفز تحس ان فريق كايزر تشيفز ده فريق كويس جدا، يعني بيلعب بطريقه قد تبدو دفاعيه او هي دفاعيه بالفعل، بيقفل في نص ملعبه على طول، اجسام طويله، سرعات كبيره، اجسام جامده، وفي نفس الوقت بيلعب على الهجمه المرتده، بيلعب على الراس حربه الطويل اللي هو بيعملوا له كل كوره طويله وبيحط بدماغه. فريق بيلعب بروح وبطموح مع كل طبعا اللي انت ذكرته يا اسلام كاداء فني وتمركز دفاعي وكثافه دفاعيه وشراسه دفاعيه وتراجع للثلث الاخير في ملعبه، بيقفل كل المنافذ للوصول لمرماه مع احتفاظه وامتلاكه لحارسي مرمى اسلام ممتازين. الحارس اللي لعب مباراه الذهاب في المغرب غير اللي لعب مباراه العوده في الاثنين كويسين في جنوب افريقيا، فاثنين كويسين جدا ويمتلك دفاع اطوال عاليه جدا، مش هينفع نلعب معاهم الكرات الطويله الكرات البينيه، حتى اللعب على الاطراف بيقفلوا الاطراف بشكل كويس جدا مع امتلاك راس حربة اللاعب الصربي اللي موجود عندهم اللي سجل الهدف في خلال 180 دقيقة. فريق الوداد مسيطر على المباراة تماما يا اسلام في المباراتين، مسيطر وبيخلق فرص ولكن في الحسم مش موجود، مفيش خطورة فعلية، بيوصل ويشتغل على الأطراف انما مفيش خطورة فعلية، الخطورة كانت غايبة. في المقابل هو كايزر تشيفز خلق فرصتين في المباراتين ال 180 دقيقة، سجل واحدة وضيع التانية كانت ممكن تكون هدف 100%. ففريق عنده حتة الروح موجودة، الغياب الأفريقي الفترة اللي فاتت غايب بقاله فترة طويلة، بيلعب بأسلوب واضح وسهل وصريح، ثم إن هو الأقل حظا في الترشيح للفوز لما تحطه قصاد النادي الأهلي، لان النادي الاهلي هو البطل. بس هو كان الاقل حظا في كل يعني في الدور ده اللي يخوفك بقى من الفريق ده. وده اللي انا بقوله. ده اللي يخوفك ان اللعيبه بتبقى داخله لعيبه الفرق المنافسه يعني بتبقى داخله بثقه الفوز بثقه الانتصار. النادي الاهلي مش كده ولاعيبته مش كده، ولاعيبته بتبقى تصميمها وتركيزها مختلف مختلف وخاصه في اللحظات الحاسمه. في اللحظات الحاسمه اللي هي فيها حسم اللقب او حسم بطوله بتلاقي التركيز في اعلى مستوياته، والحمد لله على مدار التاريخ نادرا لما وصلنا لمباراه نهائيه وما بنلاقيش التركيز ده موجود يعني.
برضو لما تيجي تبص للفريق النادي الاهلي مجموعه كبيره جدا من اللاعبين. يعني احنا دايما لما بنيجي نتكلم اللي بيلعب دلوقتي مثلا طاهر وحسين الشحات وقفشه وقدام بيلعب محمد شريف. هل انت شايف ان واحد زي كهربا مثلا، واحد زي كهربا واحد من افضل اللاعبين الاجنحه اللي موجودين في مصر خلال الفتره السابقه، ولكن الفتره اللي فاتت بينزل اوقات صغيره، هل محتاج ياخد وقت اطول؟ هل محتاج ايه كهربا؟ ما هو كهربا من الناس اللي انا كنت اقصد ان انت عندك وفره في اللاعبين في المراكز. ايوه عندك بعض اللعيبه اللي موجوده بقى اصبحت علامه اساسيه في اداء الفريق، في لو بنتكلم على مباراه نهائيه. عندك في الجناح مثلا كهربا بيلعب كجناح، فعندك طاهر كبديل او كاساسي في المكان ده دلوقتي، وحصل على الفرصه وحصل على المكان الاساسي واتحط قبل اي حد في المكان ده. ان انا اقدر الاعب طاهر مثلا مباراه من المباراتين اللي هم بتوع المقاولين او الانتاج الحربي اللي قبل مباراه الفاينل، ما يلعبش المباراه كامله، وادي فرصه لكهربا انه يبقى موجود. وكهربا كجناح ومتشوق انه يلعب ومتشوق انه يحصل على الفرصه، وشفنا لما نزل المباراه اللي فاتت بيجتهد وبيحاول ان هو يقول لموسيماني ان هو موجود والجمهور الاهلي ان هو موجود، وده السمه اللي احنا عايزينها تبقى موجوده فيه، والصفه اللي احنا عايزينها صفه التنافسيه. ان احنا ما عندناش موظفين في النادي الاهلي، عندنا لعيبه بتتقاتل على الفرصه، وكل واحد عايز يبين افضل ما عنده للمدرب عشان يحصل على المكان، ودي السمه وطريقه الاداء في النادي الاهلي. اكرم توفيق، هل فاجئك اداؤه كباك رايت في النادي الاهلي؟ اكتشاف مهم جدا كظهير يمين، ولعب روح عاليه جدا، ظهر وقدم اوراق اعتماده في المكان ده، وده في صالح الفريق ان انت يبقى عندك اكتر من لاعب بيتنافس على المركز الاساسي. في منافسه كبيره، وفي النهايه كله لمصلحه الفريق ولمصلحه جماعيه الفريق والروح، واللاعب اللي يأدي يعني احنا معانا كنت انت موجود، وكان بركات موجود ولعيبه، وكان احمد صديق تقريبا موجود، صديق واحمد عادل وعبد الله، لعيبه كتير في موجوده في المكان. الافضل كان دايما هو اللي كان بيلعب يعني، فمركز كان مركز خلصت يعني على كم واحد ما بهزرش. انت اكتر من اكتر الناس اللي صمدت معايا انت. انا يا راجل حرام عليك يا راجل. الى ان استعمر بركات المكان. خلصت على كم واحد؟ لا كتير 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 كتير. كم بطن رجل؟ مش انا اللي خلصت عليهم، هم بطن رجل. لا 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 لا، بطن رجلك. احنا مش عايزين بس يعني كل ما تيجي تتكلم شادي اكلم بركات يقول لي بطن رجلك، هم المخوخين ما بيستحملوش. عليه بطن رجل يا جماعه، بطن رجل هتوديك هتقعد بقى. من زمان بلعب لعب محترفين يا اسلام، طول عمرك الحقيقه. يقول لك اعمل كده وبعدين يرفع ايده يعدل وشه، وبركات كان يقول لك يعدل، لما يعدل وشه اول ما يعدل وشه ويديله وقفه وطالع لقدام تخلع على طول. لا وبعدين وائل بقى فيه ميزه يا جماعه، معلش انا طلع هقول وائل فيه بيطلع كواليس. كرة تتلعب طويله وهو مغطي الاوفسايد، تلاقي اول واحد رافع ايده ورايح لي يسلم عليا، ما تزعلش. كانت ايام. لا ما حصلش النقطه دي، بركات اللي طلعها في الاعلام بس. لا دي حصلت حصلت ما تخافش، حصلت معاك انت شخصيا ومعايا انا شخصيا. يعني يلا اكيد انت مش هتكذب. بس لا مش بكذب والله يا وائل، ده انا الحاجات اتعرف الحاجات دي لازم اكون فاكرها يعني. ممكن وائل جمعه مش هعترف بيها، انا مش هعترف بيها، عمره ما هيعترف. خلي بالكم كانت ايام جميله. طبعا طبعا مرينا بلحظات ممتعه وحلوه جدا يا اسلام، ومستحيل تنساها يعني. صراحه قابلنا ظروف فيها فرح وانتصار كتير جدا، وقابلنا ظروف فيها صعوبات كبيره برضو علينا، صعوبات في الخساره الخساره الوحيده اعتقد اللي يعني كانت في القاهره في سنه 2007 اكيد. لا خساره ناس مننا يعني، موقف طبعا محمد عبد الوهاب طبعا، كلنا كنا موجودين، ولحظه من اللحظات الصعبه جدا اللي عدت علينا. خساره جمهورنا والسنه اللي بتاعه الشهداء مباراه بورسعيد، مرينا برضو بلحظات صعبه جدا في مشوارنا، في عز ما احنا كنا بنتألق وبنأدي أداء جيد يا إسلام كنا بنخسر. فيعني مرينا بلحظات كتير حلوة وسيئة مع بعض، إنما الحاجة الأجمل في الموضوع ده كله الشخصيات اللاعبين اللي كانوا موجودين مسؤولين وعندهم صفات شخصية مهمة جدا ومؤثرة جدا، وكانوا يستحقوا كلهم ان هم يتواجدوا في النادي الاهلي بتقاليده وعاداته،
وهي الروح والانتماء وحب المكان والإخلاص للمكان. تفتكر الفترة اللي انت كنت فيها من اول وجودك في النادي الاهلي لغاية لما اعتزلت، ثلاث او اربع لعيبة كانوا يستحقوا انهم ياخدوا فرصة اكبر في النادي الاهلي من ساعة ما بدأت في النادي لغاية لما خلصت؟ هي الكرة فيها زي ما قلت لك في البداية، لا انت كوائل جمعة، في لعيبة، في لعيبة فعلا كانت تستحق ان هي تحصل على فرصة في النادي الاهلي، ولعدم التوفيق الفرصة دي ما جات لهاش. ايوه يعني انا افتكر مثلا خالد بيبو. خالد بيبو طبعا واحد من اكتر الناس اللي انا بحبهم في النادي الاهلي وعشت معاه فتره طويله جدا. خالد كان يستحق انه يكمل في النادي الاهلي اطول من الفتره اللي لعب فيها اسلام، ويعمل تاريخ اكتر من اللي عمله. رضا شحاته من الناس اللي كان يستحق انه يعمل تاريخ برضه في النادي الاهلي، تاريخ طويل جدا، كان بادئ بدايه ممتازه ما كملش، كان يستحق يعني. وفي ناس برضو يعني انا مش متذكر، انما مر فعلا الناس دول علينا في تاريخنا. يعني انت تحديدا يا اسلام كنت تستحق ان انت تكمل في النادي الاهلي اطول من كده في فتره لاعب يعني. عملت تاريخ في فتره صغيره، انما كانت فتره مؤثره ومن اهم الفترات في مشوارنا كلنا بصراحه يعني. كاسلام الواحد من الشخصيات اللي انا دايما لما اخص بجيلنا اخص ان احنا كل واحد فينا كقائد، طبعا قائد في مكانك ليك تاثير على زمايلك، الفريق يتاثر بغيابك. فاحنا كنا 7-8 في الفرقه، 7-8 دول كل واحد فيهم يقدر يقود نادي لوحده يعني. طيب خلينا نروح للجمهور ونشوف ماذا قال الجمهور ايضا لكابتن وائل جمعه، وماذا يقول الجمهور لكابتن وائل جمعه. هشام الفي بيقول وائل جمعه مش لعيب كره عظيم، بس لا مشجع زينا بحب حماسه وحبه الاهلي، تاريخ طويل وعظيم كلاعب وتاريخ اجمل كمشجع. اسلام هشام واحد من الناس العزاز جدا عليا واهلاوي يعني، تعرفه يعني. طبعا هشام ليه معزه عندي كبيره يعني. احمد موسى بيقول منور بيتك يا كابتن، يا ريت يا كابتن تقترح لعيبه كويسه على النادي من الدوريات العربيه فيها محترفين على مستوى عالي. انا اللي انا عارفه ان انت بتقترح صحيح. في بعض الاسماء طبعا ما بنشوفها وبنشوف ظروفها تسمح وتناسب النادي الاهلي اكيد بنوصي بهم يعني للنادي الاهلي يعني. وحصل ان حد خد حاجه ولا لسه ما وفقش؟ والله الظروف يعني انت عارف برضو موضوع التفاوض وموضوع اسم النادي الاهلي ساعات بيغير شويه، انما لما بيبقى في لاعب بتقول على تسمح اكيد يعني. طيب رومي زيزو، طيب قبل ما ناخد او نكمل بقيه التويت اللي جايه لنا، واحد ايضا من النجوم الكبار الحقيقه وعامل شغل رائع جدا وشغل جامد جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي الحقيقه، رئيس قطاع الناشئين كابتن خالد بيبو. يا بيبو. الو الو يا لودا يا كابتن خالد. كابتن وائل الحمد لله. كابتن خالد لسه بقطع فيك دلوقتي، لسه كان بيقطع فيك حالا دلوقتي والله. جديد يعني. ازيك يا نجم وحشنا كابتن وائل. اسلام ازيك عامل ايه حبيبي، وحشنا ربنا يخليك، وبهنيك الحقيقه على شغل الرائع اللي انت عامله في قطاع الناشئين ومجموعه المديرين الفنيين ومجموعه اللاعبين. وكنا عاملين تقرير من كام يوم كده وقد ايه انت يعني عاملين شغل رائع، في طبعا في ظل قياده كبيره وقياده رائعه الحقيقه من لجنه التخطيط وكابتن خطيب. الو ايوه حبيبي. لا ما انا هقول كل ده طبعا، بشكرك طبعا على الكلام حبيبي. اللي انت بتقوله وانت دايما يعني دايما بالبرامج الجميله والضيوف المحترمين يعني. ربنا يخليك يا كابتن جمعه يعني وحشني، هو وحشني جدا يعني. برضه تاني مره بيجي القاهره وما قاليش. ده لسه جاي، ده انا جبته مع الطياره والله. اسلام انت عارف عمل عليا ضغط عالي، عمل عليا ضغط عالي يا بيبو والله في البيت، فما يعني ما بقولك كانش ينفع ان انا اعتذر بصراحه يعني. انت عارف انا عملت ايه يا بيبو؟ كلمته وهو في الطياره هناك يعني، وهو بيركب أيوة. الطياره من هناك جاي على هنا، كلمته قلت له بقول لك ايه، انا عرفت ان انت جاي مصر. كابتن اسلام طبعا كابتن وائل يستحق ان انت تكلمه طبعا وتهندل معاه الموضوع بشكل قوي، لان هو فعلا نجم من نجوم النادي الاهلي ونجم من نجوم مصر، ومش هيجي كتير زي وائل جمعه تاني يعني. الموضوع مهم جدا ان احنا نقول للاجيال اللي جايه اتفرج على وائل جمعه
وتشوفه ما يعني لازم تجيب ماتشات وائل جمعه تتفرج عليه يعني. في حاجات كتيره قوي، في تفاصيل كتيره قوي لازم الناس تشوفها والاجيال الجديده تشوف النجوم نجوم النادي الاهلي. وائل جمعه انا طبعا استقبلته في النادي، ومن اول لما جه اول ما دخل النادي انا حسيت ان هو انا هيبقى ليه شان كبير جوه النادي، لانه كان جاي وحاطط في دماغه حاجات كتيره واحلام كتيره، والحمد لله ان هو حققها يعني. وانا سعيد طبعا ان انا يعني زميلت وائل في الملعب، واحد من اللعيبه الرجاله اللي دخلت النادي الاهلي يعني. حبيبي يا بيبو، واشكرك طبعا، وانا اللي سعيد والله ان انا زميلتك. واسلام لسه سائلني سؤال كده مش عارف قصده ولا مش قصده، فبيقول لي بيقول لي اللعيبه والناس اللي مرت في المشوار وكانت تستحق اكتر، فطبعا بيبو واحد من الناس دول ولازم اذكره بكل خير طبعا. خالد يعني واحد من الناس العظيمه فعلا، اسلام كان يستحق انه يكمل معانا في الجيل بتاعنا ويصنع انجازات اكتر واكتر، موهبه يعني. انا بيبو مع كل الاحترام اللي انت قدمته، انما انت كنت تستحق اكتر من كده كمان. لاعب كان سابق عصره بصراحة اسلام، بصراحه يعني طول عمره عنده يعني. السرعه وعنده الموهبه وعنده المهاره، وده كله هو المطلوب دلوقتي. شوف دلوقتي اللعيب السريع واللعيب الموهوب ما تلاقيهوش، ما يعني ما تلاقيش النقطتين دول عنده. أيوه. فخالد واحد من صراحه المواهب الكبيره جدا جدا اللي انا سعدت ان انا كنت موجود معاه، وقعدت معاه سنتين في الاوضه خالد يعني. لا والله سنتين برضو فيهم حكايات كتير جدا. انا نفسي اعرفها بس يا بيبو يا خالد، انا نفسي عايزين بجد بقى نحكي لك. لا لا يا نجم، لا انا نفسي اعرف ازاي ازاي الحكايات دي ما تتحكيش على الهوا على فكره. لا يا نجم بس يا بيبو، انا عايز اعرف. خلص يا سلام هحكي لك بعد ما تخلص. ماشي، بس انا عايز اسال سؤال بس، هي تيجي ازاي وهو اساسا بينام الساعه 9 يعني؟ هو لا دلوقتي لا بص لا لا تيجي تبص له انا من دلوقتي دلوقتي بينام الساعه 9. انا بقيت بسهر دلوقتي. لا دلوقتي بقى بيسهر من الساعه 11 الحمد لله يعني. هو يعني من ساعه ما كنا بنروح المعسكر لغايه لما ننام هو في احداث كتيره بتحصل مع وائل برضه. يعني بس يعني انت ما بتبداش يومك الا بعد ما هو ينام. ايوه، مع عشان سمانه رجله لوحدها واخده الاوضه كلها يعني. سمانه رجله يا سيبك بقى من السمانه، مش هو ده الموضوع. انت تقدر ما تقدرش تتحرك في الاوضه في امكانيات الغرفه الا بعد ما اقول لي نام. لازم، لان هو بيبقى مش هسمح لك. انا مش هسمح لك يا بيبو. يعني هو بيبقى قاعد مسيطر على الاوضه، يعني الريموت في ايده والقطعه في ايده والمفتاح ده كل حاجه، مفتاح الكهرباء في ايدي. اقول له وائل طب ما انت بتقرا قران، سيبني اتفرج على اي حاجه. يقول لي لا لا يمكن. هو مسيطر على كل حاجه في ايده هو. بس بص يا كابتن، تبتدي تتحرك في الاوضه وتعيش براحتك بعد ما هو ينام. يعني انت يومك بيبدا بعد ما وائل جمعه ينام. ده اختصار ده اختصار للسنتين بتوعي مع بيبو في الاوضه. فاهم ازاي؟ وبعدين هي عايز اقول حاجه، هو كان طبعا مع المكنه بتاعت الحلاقه. ده هو ده ينفع؟ ما احنا لسه متكلمين. بص عمره ما خلاني احلق له. كنت بتخاف منه مش عارف لغايه دلوقتي. يقعد يعمل حركات في شعري وبتاع، انا ماليش. اللي يقول لك سيب شويه شعر هنا، اللي يقول لك اللي يرسم لي حاجه في دماغي اقول له لا انا احلق لنفسي انا. لا كانت ايام جميله طبعا. ايام جميله طبعا. وايام الواحد مش هينساها، عشان كده دايما احنا كنا بنتعلم يعني في حاجات كتيره. يعني انا اتقالت لنا واحنا بنلعب عمرنا ما كنا بنفكر فيها زي ما بتتقال. ايوه. ف يعني زي ان انت امتع حاجه في حياتك ان انت تبقى موجود في الملعب. مظبوط. انت هتعيش حياتك بعد كده، ممكن تعمل كل اللي نفسك فيه الا ان انت تعيش في المتعه اللي انت كنت لعبت فيها كوره. مظبوط يا عشان مظبوط. عشان كده اللي انا بقول، انا رساله اللي انا بوصلها للعيبه الموجودين دلوقتي، استمتع بكره القدم. استمتع بان انت تكون موجود في التمرين، استمتع ان انت تكون موجود في المباريات. ما تضيعش وقتك في اي حاجه ثانيه، كل ده موجود قاعد. مش هيخلص الا الكوره هي اللي هتخلص. انا بشكرك يا نجم. شكرا. اتفضل. لا 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 قول. لا كنت عايز تقول ايه؟ انا عايز اسمعك. الكلام ده كابتن قاله لنا كابتن محمود الخطيب. بعد بطوله الدوري. ايوه. ان احنا خسرنا فيها ضمن الدوري. وجه قعد معانا
قال لنا الكلمتين دول. احنا طبعا بيبقى في اوقات انت مش يعني انت وانت بتلعب مش مركز في كل كلام بيتقال صراحه. ايوه فانا قاعد بيبقى زعلان ان في ايام راحت منك وفي كان ممكن زي ما هو بيقول كان الواحد ياخد وقت اطول من كده ويستمتع بالكرة اكتر من كده. شوف الاصابه وحاجات كتيره قابلتني في السكه كده عطلتني. انما يعني بنصح الاولاد اللي موجودين دلوقتي استمتع بالكرة لان الكرة احلى حاجه في الحياه. يعني في حد بشكرك جدا حبيبي. لا انا عايز لك سؤال، في حد من الناشئين عندك شبه كابتن وائل جمعه او قريب من وائل جمعه او بترشحه يبقى وائل جمعه؟ وائل جمعه مش هيجي منه اثنين خالص. أيوة. يعني مفيش بطن رجل كده حبيبه مفيش إيه؟ بطن رجل شديد شويه كده عندك؟ لا 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 مفيش سمانات خلاص، انت جبت اخر سمانات خلاص. اخر سمانات وائل جمعه الموجود دلوقتي بقايا سمانات. لا احنا عايزينك تطلع لنا كام وائل جمعه كده ان شاء الله، واحسن من وائل جمعه كمان يا خالد. والله عندي كام سيرد باك كويسين جدا يا كابتن وائل، حاجه مميزه جدا، اقوياء جدا وبيركزوا، واحنا بنحاول ان احنا يعني انا على فكره يعني فترات بتفرجوا مع الماتشات بتاعتكم والانتظارات بتاعتكم في اوقات كتيره جدا عشان يتعلموا ويعرفوا الاجيال دي ازاي بقوا نجوم في النادي الاهلي وازاي بقى عندهم علاقه بين جماهير النادي الاهلي مش هتتنسي طول العمر الكلام ده. ودي ثقه النادي الاهلي فيك يا خالد، وان شاء الله يعني تبقى انت قدها وتطلع اكتر من عنصر في خلال الفترة اللي جاية. وشايفين احنا دلوقتي حاليا احمد حسن في 3 4 لعيبة موجودين في الفريق الاول، يعني ناس واعدة كلها، ده اكيد ان شاء الله شغلكم، وباذن الله الفترة اللي جاية شغل يبان اكتر ويبقى فيه اكتر من عنصر واعد. انت عارف النادي الاهلي دايما بيخرج لعيبة كويسة، والسياسة الجديدة دي انا اشوف ان هي تخدمكم انتوا اكتر كمان في قطاع الناشئين، اللي هو ان الولاد الصغيرين يخرجوا ويروحوا اعارات ياخدوا فرص اللعب، لان في النادي الاهلي صعب ان انت تحصل على فرصه في الفريق الاول. صح. فخروج اللعيبه دي بدري بيديهم فرصه ان هم يصقلوا بشكل جيد ويرجعوا النادي الاهلي تاني، ويرجعوا النادي الاهلي يفيدوا النادي الاهلي. وفي نفس الوقت رساله كويسه ان النادي الاهلي عنده مخزن من اللعيبه الممتازين. يعني والله يا كابتن وائل يعني كويس اكمل معاك الكلام، يعني انت لسه النهارده الولاد 3 لعيبه من 99 خدوا التاشيره خلاص مسافرين الاسبوع الجاي على تجربه جديده في اوروبا، ان شاء الله تبقى بدايه والجاي اكتر. يعني ان احنا بنفكر الولاد بحاجات كويسه زي ما انت قلت، احنا محتاجين الولاد ان هم يطلعوا وياخدوا مباريات وياخدوا خبرات مختلفه، وكل ده مكسب للنادي الاهلي. احنا بنوصل رساله للولاد احنا بنساعدكم واحنا عايزين ان انتوا تاخدوا مباريات وتاخدوا احتكاك بشكل مختلف، فاحنا شغالين في الموضوع ده الفتره الجايه، وان شاء الله تسمع حاجات كتير وتشوف نجوم من النادي الاهلي كتير من ناشئين النادي الاهلي بتوفيق. اخر حاجه بس يا كابتن خالد قبل ما تسيبنا، هو كان قاعد معاك في الاوضه قبل مباراه الاهلي والزمالك 6-1 في 2000 و لا كنا مع بعض، دي اول سنه ليا انا في النادي الاهلي. كنتوا في الاوضه يعني؟ كنا في الاوضه كنتوا في اوضه واحده؟ كنا في اوضه واحده في المباراه دي تحديدا كمان. 2002 2002 الموسم 2001 2002 ده كان اول موسم ليا. كان وشك حلو عليه يعني؟ طبعا. لا خالد في السنه دي عمل ارقام غير طبيعيه اعجازيه، والسبب ان انا كنت بوفر له الظروف اللي شفت بقى جبل بقول لك ايه شفت وداها فين؟ كنت بنيمه بدري كان بياخد الريموت اقول له عندنا مباراه مهمه بكره ركز ركز. لا يعني بصراحه لا يعني بص يعني بمنتهى الامانه يعني عسكري بيقول لك اختار لازم الناس اللي تبقى موجود معاك في الغرفه لازم تبقى ناس يعني قريبين من بعض. ايوه مش عشان يبقى في تفاهم وفي كلام وفي حوار النهارده هننام النهارده مرتاح يعني الموضوع بيبقى مهم جدا يعني. هو كان بصراحه هو كان مهيألي كل الظروف المناسبه ان انا شوف كل اللعيبه يا بيبو شوف كل اللعيبه اللي كانت بتقعد معايا في الاوضه مستواها عامل ازاي على مدار مشوارهم مع النادي الاهلي، فده هيرد على اي انتقاد سلبي ناحيتي. لا يا نجم نورت وشرفت ودايما سعداء بوجودك معانا، وكل التوفيق ليك طبعا في اللي انت بتعمله الحقيقه مع مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط في اللي بيحصل. شكرا يا كابتن اسلام، وانا سعيد شكرا يا بيبو ان انا سمعت صوتك والله، وانا بشكر الناس الصراحه الاعداد عندكم وعلى
ضيوف الغير متوقعين بصراحة. الناس كلهم أنا بحبهم طبعا وليهم علاقات معايا يعني كلهم أخواتي وعشنا فترة من أفضل فترات عمرنا. فأنا سعيد أن سمعت صوت خالد كمان والله واحد من الناس اللي أنا بعزهم جدا يعني. مشكورك يا كابتن وائل. وأنا سعيد يا كابتن وائل أنا سمعت صوتك ومنور بيتك ومكانك وأنا أكيد دلوقتي عارف أن جمهور النادي الأهلي كله سعيد أنه شايفك على أساس قناة النادي الأهلي وهتفضل شاشة قناة النادي الأهلي هي بيتنا وهي مكاننا مهما طبعا. بتتحرك مهما بنروح هو ده هتفضل الشاشة بتاعتنا نمرة واحد. وبتمنى لك التوفيق وانت عامل شغل جامد جدا وبستمتع بيك طبعا في التحليل وزي ما كنت لعيب محترم وقوي هتبقى محلل قوي ومحترم ومستمتعين بيك يعني حبيبي يا خالد ربنا يخليك حبيبي. شكرا يا نجم على وجودك معانا نجم الكبير كابتن خالد بيبو. شكرا يا كابتن اسلام. شكرا يا نجم حبيبي ان شاء الله قريب جدا اكون معاك. يا نهار ده شرف ليا يا نجم ده شرف ليا ومستمتع بيك ومستمتع بالقناه ربنا يخليك وبالتوفيق يا كابتن اسلام على كل مكان انت موجود فيه. شكرا يا حبيبي ربنا يخليك النجم الكبير كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب خلينا نكمل برضو بقيه الاسئله الجمهور لانه الحقيقه انا دايما بحب اشرك الجمهور معايا لانه اهم حاجه الحقيقه احنا بنعمل. طب بالنسبه للورق اللي في حضرتك في ايدك ده مش هتبص عليه؟ مش هتبص عليه؟ حاسس في حاجه كده مش موجوده يعني؟ لا خالص والله هفتحه دلوقتي حاضر. محمد محمود بيقول تحياتي يا كابتن اشكرك جدا اشكرك تحياتي كابتن وائل. اكتر موقف تعرضت ليه في الملعب ومين تحسه قريب منك كلاعب في الجيل الحالي؟ الجيل الحالي فيه لعيبة كلهم بصراحة كويسين وفيهم سمات كانت موجودة فينا كلنا واتمنى لهم التوفيق يعني. انما انا كلهم ليهم معزة يعني ليهم معزة كلهم كل واحد عنده ميزة انما يعني يستحقوا كلهم بيبذلوا اقصى ما عندهم لسعادة جمهور النادي الاهلي وعارفين قيمة وشعار النادي الاهلي دلوقتي يعني. وائل ده عبد الجرحي. وائل جمعة من اكتر اللعيبة اللي حبيتها في تاريخ الاهلي بجد مدافع وشخصية عظيمة. وليد الدين بيقول بنحبك يا كابتن وائل الرجولة كلها ومعجون بحب الاهلي ويا رب تبقى شاهد على العشرة باذن الله. اذا ده محمد سي ار 7 اذا ذكرت الرجولة فانه وائل جمعة. عبد الله رجب العايدي السلام عليكم منور الشاشه كابتن وائل حضرتك شايف النهائي ازاي؟ هو اتكلم كابتن وائل في هذه النقطه. محمد فتحي بيقول منور بيتك يا كابتن وائل يا ريت نشوفك في الاهلي في اي منصب. هو برده اتكلم في النقطه دي. مصطفى مراد بيقول وائل جمعه ادى للنادي الاهلي كتير كلاعب وايام خوان كارلوس جاريدو كان مدير كره وبيدافع عن حق الاهلي في مباراه دوري الابطال. تمام. لو بتلعب حاليا رايك في اقوى مهاجم مصري ولو في حاجه بتنقص محمد شريف؟ محمد شريف لاعب ممتاز ولاعب احنا كنا مفتقدين النوعية بتاعته فترة من الفترات. ايوه عنده الإيجابية على المرمى دي نقطة مهمة جدا في المهاجم اللي المفروض انه يكون موجود في النادي الاهلي اللي هو بيوصل للمرمى اسلام من اقل عدد من اللمسات واقل عدد من الكرات تلاقيه مسجل اهداف. النوعية دي احنا محتاجينها. عجبك شريف؟ عجبني طبعا. لعيب مميز جدا اتمنى له انه يحافظ على النسق اللي هو فيه والاداء اللي بيأديه والرغبه دايما في انه هو يكون سبب في مكسب النادي الاهلي. تمام. دي نقطه مهمه جدا يعني. رانا ابراهيم انتوا يعني مقاقين عينيا من الصبح في التليفون. طب ما هو حضرتك شايف مين احسن لعيب في الاهلي في الوقت الحالي؟ احسن لعيب في النادي الاهلي هو فرقه النادي الاهلي. احنا عندنا دايما مفهومنا النجم هو الفريق. ايوه مع كل الاحترام للاسماء اللعيبه كالاسماء اللعيبه اللي موجودين انما نجوميتنا في قوه فرقتنا. عمرنا ما نعتمد على لاعب وده اللي حاصل. شفنا لعيبه مهمه غابت عن في الفريق الفتره اللي فاتت وما زالت الانتصارات ماشيه الحمد لله والاداء والمكسب بيتوالى والفرقه ما تاثرتش برغم الغياب يعني بدون ما نذكر اسماء اللعيبه انما غاب لعيبه الفتره اللي فاتت مهمه جدا عن الفريق. فقوتنا دايما في ان فرقتنا حلوه فرقتنا كويسه فرقتنا متماسكه فرقتنا ما فيهاش مشاكل فيهاش يعني حد شذ عن المبادئ بتاعه النادي الاهلي.
مصطفى كرم منور بيتك يا كابتن وائل. سؤالي الى الكابتن وائل جمعه، ماذا تعلمت؟ ده انا كنت لجوزيه ده، ماذا تعلمت من مانويل جوزيه؟ انا كنت عامل له جزء لوحده، عامل له فايل لوحده. عامل له فايل لوحده. ماذا تعلمت من مانويل جوزيه؟ تعلمنا الاحترافيه، وتعلمنا تجديد الدوافع والطموح. جوزيه اسلام جه في وقت صعب جدا على الكره المصريه بصراحه. انا هتكلم على تجربتي الشخصيه معاه. الراجل ده انا بدات معاه من اول يوم وانتهيت معاه مع اخر يوم ليه هو. فيعني خدت المسيره كلها معاه، عشت معاه فتره طويله جدا، وفتره من افضل فترات عمري، وفتره من افضل فترات حياتي. غير مفاهيم كتيره عندنا، ساعدنا ان احنا نبقى مركزين اكتر، ساعدنا ان احنا قدر ان هو يفهمنا بشكل كويس، اثر في مسيرتنا كلنا بصراحه، وغير في شخصيه لعيبه كتير من اللي موجودين معانا، وانا كنت سعيد بالتعامل معاه بصراحه. بثروه العجب بيقول لك السلام عليكم يا كابتن اسلام، وسلامنا وتحياتنا للصخره كابتن وائل جمعه، نورت مصر ونورت بيتك. سؤالي لحضرتك، ما رايك في مستوى الاداء الدفاعي للفريق حاليا، وهل محتاج تدعيمات، ومن تراه وائل جمعه من اللاعبين الموجودين الان؟ السؤال ده كتير. لا، التدعيمات انا شايف ان احنا عندنا لعيبه كافيين في خط الدفاع، عندنا عناصر اساسيه وعناصر بديله كويسه ومؤديه، وزي ما قلت في قوتنا في قوه الفريق، في الجماعيه اللي في الفريق اللي بتغطي على اي مشكله. الحمد لله عندنا في كل المراكز اكتر من عنصر موجود بشكل جيد. عندنا وسط ملعب هو كلمه السر، وهو الميزان اللي بيدي توازن لفرقتنا، هو اللي بيغطي المشاكل اللي في الدفاع. عندنا حارس مرمى جيد، محمد الشناوي الحارس الاساسي. عندنا خط هجوم بقى دلوقتي بيعرف يسجل، بيعرف يحسم المباريات، فالفرقه بقى فيها توازن ممتاز. انا اشوف ان احنا يعني مش محتاجين عناصر كتيره، يعني في ظل ان مفيش حد بره النادي الاهلي، انا اشوف ان هو يعني فارق عن اللعيبه اللي موجوده داخل النادي الاهلي هنا في مصر يعني. طيب هنكمل كلامنا. طيب عندنا سؤال برضو عبد الرحمن فهمي، مساء الخير يا صخرتنا. ايه المكان التاني المميز ليك اللي لو ما كنتش دفاع كنت هتلعب فيه؟ دفاع اكيد راس حربة يعني. ما ينفعش. لا اكيد هو راس حربة. لعبت راس حربة طبعا. لعبت فترة، ومش فترة يعني، اجزاء من المباريات يعني. كان ليها سبب برضو، ان اللعيبة اللي كانت موجودة اطوالها مش كبيرة، وجوزيه كان بيطلب مني في فترات معينه في المباريات دي، انت عارف الربع ساعه الاخيره، الثلث ساعه الاخيره. افتكر مره مباراه الهلال السوداني مع احمد السيد، انا هو طلعنا لعبنا راس حرب احنا الاثنين. تخيل انا احمد السيد بنلعب راس حرب، تخيل بقى حضرتك لما يبقى راس حرب النادي الاهلي وائل جمعه واحمد السيد. فيعني كان ليها استثناء، بس ان في اصابات في خط الهجوم وهو طلب ان احنا نبقى متواجدين في داخل منطقه جزاء الفريق المنافس ويلعب علينا كره طويله بس كده، حتى ما خدناش الكرات الطويله دي حتى. طيب هنكمل كلامنا وكل اسئله حضراتكم مع الصخره مع الشاطر، بس نطلع فاصل نريح كابتن وائل شويه يشرب ميه ويشرب ميه، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، مستمتعين الحقيقه بوجود كابتن وائل جمعه معانا في البيت الكبير الحقيقه، بيته وبيت كل جمهور النادي الاهلي. جمعه هسالك برضو دلوقتي عن في الدوري المصري، في بعض الاجانب اللي كانوا دايما بيبقوا متواجدين بيلعبوا وانت بتمسكهم طبعا كراس حربه، يعني هم بيلعبوا كراس حربه وانت بتمسكهم. خلينا نطلع نشوف الفيديو الاول ده، لانه من احد اللاعبين الحقيقه بابا اركو. بابا اركو خلينا نشوف قال ايه عن وائل جمعه ونرجع نكمل مع حضراتكم. اتفضل. هلا يا ابو وائل، اخبارك؟ انا مبارك وحشني. وانت ايه حسن مساك؟ يعني كل عارف معروف، مش انا اللي بقولك، دنيا معروف. وانت يعني نجم ككوره، انت نجم وانت كبير يعني، يعني ربنا كان كويس معك وعملت كل حاجه في كوره. ناس كتير عايز يبقى زيك، لكن ربنا اللي عايز كده، وانت ربنا كان ليه كل حاجه اللي انت تعمل، ربنا معاك. وانا برضو انا 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 في بلدي حذرنا كتير في الملعب، وتعامل مع نفسنا كتير، وكويس يعني انت نجم
وانت لجن كبير اصلا مساك انت كبير زي اقول لك ايه يعني كانافارو والناس دي كلها انت زيهم. عسل بابا اركو بيتكلم عربي. انا قال لك كلها عربي. اولا بابا اركو واحد من الناس من افضل المهاجمين اللي جم لعبوا في الدوري المصري اسلام، ولاعب مميز جدا. عجبني طبعا كمان محاولته الكلام باللغة العربية، بصراحة لاعب كان مؤدب جدا داخل الملعب، فنيا كان ممتاز وكان يتعب اي مدافع. انا كنت احب العب على النوعية اللي زي بابا اركو. خليته يتكلم عربي اهو. يعني لا لاعب كان ممتاز ومحترم مش بيستفز المدافعين او كده، لا لاعب خطير يخليك دايما عينك عليه، فبصراحة كان موهبة ممتازة يعني. ايضا كان في ديفونين وفاكره لاعب نادي امبي، لاعب امبي اللي بدا مع امبي طبعا. خلينا سريع برده، لعب ضدنا في اسك لو تفتكر. لعب في اسك ابيجان، مباراه اللي كانت في هنا وفي اسك، كسبنا 2-1 هناك. لاعب كويس طبعا ولاعب. مين اللي عمل الجول في لافيو الاوفر؟ كان باك يمين، ما عندوش فكره. ماشي، خلينا نطلع نشوف ديفوني قال ايه الكابتن وائل جمعه ونرجع نكمل. Cool, enfin, comment tu vas? Tu vas super bien. Ben écoute, c'est Vincent Diffoné, on m'a appelé Diffo en Égypte. Écoute, je suis content de te faire ce petit message pour te dire que tu es l'un des meilleurs défenseurs que j'ai eu à croiser toute ma carrière. Et te dire aussi que je suis vraiment fier de toi, de ce que tu as eu accompli au plan national avec Al Ahly. On m'a dit que tu as joué à Tersana, c'est ça? À la Ligue et aussi au niveau international, l'équipe nationale d'Égypte. Et vraiment, tu as été l'un des défenseurs qui m'a créé le plus de problèmes de toute ma carrière. Depuis notre première confrontation, je me rappelle bien, c'était contre ASEC en demi, à la Ligue, ASEC en demi-finale de la Ligue des Champions, je crois en 2005 ou 2006. Et après ça, j'ai beaucoup souffert contre toi en championnat d'Égypte et aussi en coupe. Alors une petite anecdote, je crois qu'en 2008 ou 2009, on a eu à jouer contre Al Ahly, NPI Al Ahly en quart de finale de la Coupe d'Égypte. Et ce jour, j'ai eu à prendre le dessus sur toi sur une ou deux actions. Et je crois que cette action a envoyé le but. Et quand nous sommes montés dans la VCR, je dis à tous mes coéquipiers, Rami, Alouani et autres, là, et bien écoute, aujourd'hui, je viens de prendre le dessus sur l'immense Wael Goma. Alors, le chemin de la Coupe d'Égypte est tout tracé pour nous et nous avons pu gagner la Coupe cette année. Mais te dis, grand frère, je suis vraiment fier de toi et je vois tout ce que tu as accompli après ta carrière. Je suis vraiment content, tout et tout. Et je te passe mon bonjour depuis Abidjan. Prends soin de toi, ta petite famille, du football en Égypte et dis bien les choses à tous les supporters d'Al Ahly. Allez. جميل، ديفوني واحد من المميزين جدا الصراحه يا اسلام. احنا يعني مش عايز اقول للاسف، بس احنا كنا كويسين قوي. اللعيبه دي ما ظهرتش قوي بسبب تميزنا احنا. مظبوط، انما هم كانوا ممتازين بصراحه، واي فرقه تتمناهم. لعيبه مهاريه، لعيبه سريعه، لعيبه عندها كل المقومات ان هي كانت تعمل مشوار كبير جدا جدا. انما حظهم السيء ان هم اصطدموا بالفتره بتاعتنا وبالجيل بتاعنا. انما هم لعيبه ممتازه، لعيبه يعني يصنفوا في 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 محترفين الكوره في الدوري، في الدوري بتاعنا المصري وقتها. صراحه بابا اركو وديفوني، انا يعني كنت محظوظ ان انا دايما، مش محظوظ، هي مسؤوليه ان انا اكلف بالرقابه دايما اخطر واحد واصعب الأخطر. واحد في الفرقه التانية. فهم كانوا ممتازين وسراع، انما في النهايه كنا بنخرج من الملعب. شوف الحب والاحترام اللي بينا. انا الحمد لله لعمري تعرضت الواحد منهم بشيء خارج الكوره، وهم كانوا نفس الكلام، لعيبه برضو محترمه ولعيبه مهذبه جدا بتلعب الكوره، بس ما بتتعمدش ان هي تستفزني، ولا انا بتعمد ان انا استفزهم. فانا يعني بقدرهم جدا جدا وبشكرهم، وسعيد بكلمته انا اهلاوي. طبعا يعني. دي احلى حاجه النهارده اتقالت. طيب طبعا. برضه في 2002 دي كانت البدايه في بطوله، او بدايه المواجهات الصعبه في بطوله افريقيا بالنسبه لك. نزلت اعتقد بدل عمرو فهيم في الشوط الثاني في كاس الامم الافريقيه 2002. مظبوط. وكان كنت ماسك راس حربه قوي جدا اسمه باتريك موبوما لو فاكره. طبعا بوما اسطوره من اساطير الكره الافريقيه،
ولاعب كان مبدع ولاعب جميل وأسطورة حية فعلا في الكرة الأفريقية ومنتخب الكاميرون طبعا واحد من الأسود اللي كانت بتلعب لمنتخب الكاميرون يعني. طيب خلينا نشوف باتريك قال إيه وائل جمعة ونرجع نكمل. Elle allait être effective à partir de janvier 2003. Oh le but extraordinaire! Patrick Mboma! Patrick magique Mboma! Stratosphérique! Féerique! Fantastique! On n'a plus de mots! C'est le plus beau but qu'on ait vu ici au Stade de France! Extraordinaire! Hello, well, this is Patrick Mboma. You remember me for sure. By the way, the first thing I want to say, you know where is your best position? On TV, on TV. Yeah, I like when you're on TV, always smart, not like me today. No, it was a pleasure to play against you, to see you playing, winning titles, and so on. You're a true legend, of African football, not only Egypt, and I do appreciate the person you are and the player you were. Take good care, my friend. جميل جدا. أشكره طبعا باتريك مبوما زي ما قلت لك أسطورة من أساطير الكاميرون ولاعب كان صاحب شخصية في الملعب وصاحب تأثير على الفريق. عنده القوة البدنية المميز بها اللعيبة الأفارقة وعنده الموهبة وعنده المهارة. فبصراحة واحد أنا بستمتع كنت أتفرج على باتريك مبوما وكان في نهاية مشواره وأنا كنت لسه في البداية. فإنما كنت سعيد الحظ طبعا جدا ان انا العب ضده وتواجدت معاه في اكتر من حدث على مستوى الكرة الافريقية الفترة اللي فاتت. فشخصية جميلة كمان تحب تقعد معاه يعني وتستمتع بالكلام معاه. وهو تقريبا هيمسك منصب مهم في الاتحاد الافريقي خلال الفترة اللي جاية او مسك بالفعل ان هو اصبح نائب او مرشح قوي خلال ايام قليله جدا هيتم نائب المدير التنفيذي او السكرتير العام في الاتحاد الافريقي. يعني يستحق زي ما قلت لك يستحق طبعا رمز للكره الافريقيه وعمل صنع تاريخ في اوروبا لعب في انديه في اوروبا كتير ولعب وكان علامه من علامات المنتخب الكاميروني زي ما قلت لك اسلامين. بما انك بتتكلم عن اوروبا المواجهات الاوروبيه ايضا يعني انا افتكر لك مثلا مباراه بلجيكا في 2005 بلجيكا برضو كانت من المباريات الكبيرة جدا لوائل جمعة. أعتقد أنها كانت بداية كويسة أو يعني كنت لسه بقى إيه ناس بتبتدي تتعرف على وائل جمعة. احكي لنا برضو أو بداية الجيل الذهبي مع كابتن حسن شحاتة. يعني الثقة طبعا على المستوى الدولي الثقة بتيجي من كثرة المشاركة إسلام وكثرة الاحتكاك وكثرة التواجد أساسيا بقميص المنتخب المصري. فهي فترة مميزة لنا كجيل احتكينا بمدارس كتير في الكورة واكتسبنا خبرات كبيرة جدا. واحنا كنا كجيل حتى مع النادي ومع المنتخب عندنا الخبرات دي كلنا فتكاملنا مع بعض وظهرنا بشكل رائع مع النادي سواء لعيبة الأهلي أو مع المنتخب بالمجموعة اللي كان بيختارها دايما الكابتن حسن شحاتة في 2006 و8 و10 وصنعنا انجاز انا اشوف انه صعب ان حد يحققه مره تانية بتواجد الابطال والشخصيات اللي كانت موجوده في الجيل بتاعنا ده. فكلهم لعيبه مسؤولين كلهم لعيبه عندهم الموهبه وعندهم الشخصيه وعندهم المهاره وعندهم كل شيء يساعد المدرب اللي عنده الشخصيه وعنده القدره على التعامل مع الناس دول. طيب انت في مباراه بلجيكا توماس بافل واحد من اهم اللاعبين في بلجيكا في الوقت ده وكان نجم فينورد الهولندي الحقيقه في الوقت ده راس حربه كبير قطعت عنه ميه ونور. خلينا نشوف ماذا قال توماس لكابتن وائل جمعه ونرجع نكمل. وائل جمعه we played once against each other Egypt against Belgium. It was a tough game. I have a lot of respect for your career. You win a lot of trophies. True legend, and I hope you do well after your career and whatever you do. All the best, Thomas Bufell. حاجة جميلة جدا لما بتلاقي لاعبين اللي انت يعني طبعا كان نفسنا نعمل اكتر من كده كمان لكن انت تلاقي حد من افريقيا زي باتريك مبوما اسطورة كبيرة لما تلاقي حد زي توماس بافل اسطورة اوروبية كبيرة جدا بيتكلم عن وائل جمعة وبيقول عنه اسطورة حاجة انا شخصيا حاسس بفخر ان احنا موجودين مع بعض. اشكره طبعا واشكر كل الناس اتكلمت يا اسلام
زي ما قلت لك الحمد لله لولا الخروج من الملعب بشكل محترم وبشكل محترف، ان انت كنت بتأدي دورك بس اللي هو الدور الفني داخل الملعب، تحاول ان انت تفوز على المنافس بتاعك، تظهر بكل امكانياتك وتقدر تتغلب على المنافس بتاعك احتراما للشعار اللي انت بترتديه، فده كله سبب العلاقة الطيبة اللي الناس دي بتتكلم علينا. وانا لما تسأل برضو هقول نفس الكلام، ان ما حصلش اي خروج عن النص في خلال المباريات، ما حصلش اي استفزاز او من اي نوع بيننا وبين بعض، خرجنا من المباراة كل واحد عايز يساعد فريقه في المكسب، فطبيعي ان تبقى النتيجة كلام محترم بالشكل اللي احنا شفناه. والحقيقة هم كلهم اجمعوا، الاربعة اجمعوا على ان وائل جمعة اسطورة كبيرة في القارة الافريقية واسطورة كبيرة في الكرة المصرية والنادي الاهلي، وزي ما قلت لك هو ده الفخر الحقيقي الحقيقة، وهو ده طموح الواحد يبقى عايز يوصل له، ان هو يبقى يبطل كوره والناس تتكلم عنه كده. يعني الحمد لله التربيه والتركيز كان ليه دور مهم جدا في مشوارنا اسلام، وفي ان احنا نحقق الاهداف اللي احنا كنا عايزينها. تركيزنا واجتهادنا اتبعه توفيق من ربنا كبير جدا لينا في مشوارنا في مسيرتنا. احنا كل اللي علينا كان ان احنا بنجتهد ونركز في الدور المطلوب مننا بس، والتوفيق كان بيجي بالتبعية. التوفيق زي ما ذكرت ان انت تبقى موجود في جيل كويس، في جيل فيه لعيبة خبرات، فيه لعيبة عندها شخصيات، عندها حماسة. التوفيق في ان انت ترتدي قميص وفانيلة انت بتحبها، وهي فانيلة النادي الاهلي اللي اي حد في الوطن العربي كله، في العالم، في دول أفريقية وفي دول في أوروبا، فيها ناس سمعت عن الأهلي وتمنت أن هي تلعب في النادي الأهلي وترتدي شعار النادي الأهلي، فأنت لبسته سنوات طويلة ودفعت عنه. شعار منتخب مصر وفانيلة منتخب مصر فانيلة كبيرة وعزيزة، وأي حد يتمنى، أي حد مصري يتمنى في يوم من الأيام أن هو يرتدي شعار منتخب مصر. فالحمد لله احنا الواحد كنا موفقين وكنا محظوظين جداً ان احنا جمعنا الاثنين دول، ارتديت القميص الاعظم في افريقيا والاكبر في افريقيا واي حد بيتمناه، وهو قميص النادي الاهلي، وفي مصر البطل المتوج ببطوله افريقيا اكتر عدد. احنا مهد الكره الافريقيه، احنا اللي عرفنا افريقيا وعرفنا المنطقه العربيه يعني ايه كره قدم. فالواحد الحمد لله بيحمد ربنا بشكل كبير جدا على التواجد في الحاجتين دول. طيب خلينا نروح للمشهد الإعلامي بصفة عامة، شايفه إزاي في مصر خلال هذه الفترة؟ يعني الناس بتجتهد، الإعلام الرياضي طبعا، الناس بتجتهد يا إسلام أن تقدم أفضل حاجة في حدود الإمكانيات وفي حدود المتاح، إنما ما زالت النقطة الأساسية والأبرز اللي بتساعدك هي نقطة الحقوق يا إسلام. نقطة الحقوق الرياضية، ان انت يبقى معاك الحق ان انت تذيع المباريات، ان انت يبقى عندك الكواليس، يبقى عندك كل شيء متعلق بالبطولات، وده هو ده الاساس في النجاح. فيعني انا اتمنى الامور في مصر تبقى افضل ان شاء الله، ويبقى عندنا النقطه دي وندخل احنا نقدر ان احنا نجيب حقوق ونقدر يبقى عندنا كل شيء. مصر كبيره ومصر فيها كل الامكانيات وفيها كل الخبرات. اللي بيشتغل بره بيشتغل، مصريين بيشتغلوا بره وبينجحوا وبيقدموا افضل صوره ممكنه، فيقدروا ينجحوا في مصر هنا بالامكانيات اللي موجوده عندنا. واحنا زي ما قلت احنا علمنا ناس كتير جدا كل حاجه، علمنا ناس ازاي تنجح، ازاي تطلع افضل ما عند البني ادم يعني. فمصر فيها كل حاجه ان شاء الله نقدر ان احنا نوصل للنقطه اللي احنا بنتمناها يعني. انت بتغيب عن مصر شهرين ثلاثة وتيجي شهرين ثلاثة، بتشوف اللي بيحصل في مصر خلال هذه الفترة ازاي؟ لا بشوف الدنيا بتتغير ازاي طبعا للأفضل كتير جدا. احنا تعطلنا فترة من الزمن أثرت علينا لغاية دلوقتي يا اسلام. ايوه الفترة من 2011 والثورة اللي حصلت ودي أثرت شوية في كل المجالات علينا، وأثرت على الناحية الاقتصادية في مصر بعض الشيء، عطلتنا شوية. فالحمد لله في خلال السنتين اللي فاتوا انا شايف امور كتير جدا بتتغير للاحسن. نتمنى ان احنا يعني دايما نبقى الافضل واحنا نبقى الاحسن في كل حاجه في كل المجالات. فان شاء الله يعني انا متفائل خير الفتره اللي جايه من اللي احنا بنشوفه بيحصل، التقدم والاستقرار اللي في مصر، ولما نبص حوالينا نعرف احنا فين يا اسلام. بالظبط كده، برافو عليك. فالحمد لله طبعا على نعمه الوجود في مصر.
انا وانا راجع في الطياره والله العظيم يا اسلام الكلمه اللي هقولها دي جت في قاطره كده في بالي وانا قاعد، قلت الحمد لله ان احنا لينا بلد بنقدر نرجع لها في اي وقت احنا عايزينه. سلام. فدي نقطه بصراحه انا حسيتها، لان احنا طبعا عايشين في قطر بلد تستقبلنا وبترحاب وبكرم والناس بتتعامل معنا باحترام هناك في كل مكان بندخله يا اسلام. لكن بلدك يعني في النهايه بقول لك لما باجي في الطياره بقول الحمد لله ان في ناس هناك عايشه معنا نفسها ان هي تروح بلدها مش قادره، مش عارفه تروح، مش قادره، في مشاكل، في ظروف، في حرب، في مش عارف ايه. انا راكب طياره بلدي وراجع، يعني الحمد لله ان في بلد لينا بنرجع لها. يعني فدي هي فتره رائعه. خلال هذه الفتره كل الانشاءات وكل يعني هتروح الساحل تلاقي مدينه العالمين، كل حاجه شغاله في البلد الحمد لله. يعني هتروح هنا هتروح هنا، في مجالات كتير جدا مفتوحه في البلد، مجالات فيها شغل، مجالات فيها نمو، للحاجات دي كلها لما تخلص الناس تحس بالكلام ده ان شاء الله الفتره اللي جايه. يعني يا رب ان شاء الله، ودايما مصر تفضل في العلالي وفي العالي زي ما احنا دايما بنقول وزي ما احنا دايما بنحبها. لو عايز اخد منك بعض الرسائل لبعض اللاعبين خصوصا محمد الشناوي، دلوقتي محمد الشناوي تعرض لهجمه كبيره جدا، هو انت عمرك ما غلطت؟ يعني وائل جمعه اللي الناس بتقول اللي هم اوروبا وافريقيا كلها بيتكلموا دلوقتي بيقولوا وائل جمعه الاسطوره، مفيش لاعب كوره ما بيغلطش يا اسلام، ومفيش لاعب ما بيتسببش انه ممكن يخسر فريقه مباراه من المباريات. الشناوي ياما انقذ النادي الاهلي وانقذ فريق النادي الاهلي من هزايم، تسبب في فوز النادي الاهلي ببطولات، وده حال الكوره. يعني التصيد للاخطاء وتصيد للخطا ده غير مطلوب طبعا، ودايما اللي بيعمله هو اللي مش عايزين يشوفوا لك خير، اللي مش عايزين يشوفوك بتكسب، اللي مش عايزين يشوفوك مستمر في المكسب، عايزين يوقعوك ويوقعوا لعيبتك. واعتقد ان الشناوي عنده من الخبره ان هو يقدر يخرج من الحاله دي يا اسلام، انه ما يعيش فيها، لان زي ما قلت لك ما فيش لعيب كوره ما بيمرش باللحظات دي. هي لحظات بالنسبه لي لحظات، لان الشناوي ممكن يبقى غلط في مباراه مثلا المباراه اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت في هدف، انما لو ما تراجع المباراه هتلاقيه شال جولين ثلاثه في خلال مظبوط. فدايما الناس الكارهين ليك بتقوم بيتصيدوا لك الاخطاء. أيوه. عايز يبين ان انت مشكله، مش ان انت، وده لقيمته في الفريق ولتاثيره على زملائه وعلى تماسك الفريق. طيب على الجانب الاخر برضو لما تيجي نبص كده، لو بصيت في اللاعبين المصريين اللي موجودين ممكن تختار مين تحب ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي في كل الانديه مش في نادي واحد؟ انا عارفك متابع دائم للدوري المصري في الزمالك، لو عندك حد في الزمالك، عندك حد في بيراميدز، عندك حد في الاسماعيلي، عندك حد في اي نادي من الانديه، الاتحاد، اي نادي. يعني صدقني لو قلت لك انا شايف ان القايمه اللي فيها النادي الاهلي ايوه كافيه للنادي الاهلي يسيطر ويستحوذ على كل البطولات. عندنا كواليتي مميز جدا في كل المراكز في الملعب. يعني مش عايز اخص حد، انما انا شايف ان احنا عندنا كواليتي ممتاز ويفرق عن اي لعيبه موجوده في الدوري المصري. عم الناس وابن الاهلي مبسوطين جدا بوجودك على قناه الاهلي. ده زياد المستشار عبد الحميد بيقول لك كابتن اسلام عايز اسال كابتن وائل ايه رايه في دفاع الاهلي ومين اللي شايفه خليفه وائل جمعه؟ هو رد على السؤال ده. مساء الخير يا كابتن، ان شاء الله لو الاهلي فاز بكاس افريقيا من سيفوز بكاس العالم للانديه؟ ده عبد الرحمن فهمي. لسه بدري تهيألي يعني نعدي الاول لسه بدري، بس احنا طموحنا ان احنا نوصل كاس العالم للانديه ان شاء الله. احنا احلامنا بتيجي واحده واحده يعني. فانما النادي الاهلي الحمد لله البطوله اللي فاتت ان انت تحصل على الثالث للجيل ده ممتازه، وتديهم دافع لتحقيق الافضل والاكثر ان شاء الله. يعني حصلت على المركز الثالث في اليابان، ايه اللي شايفه او في فرق ما بين الحصول على المركز الثالث في اليابان والحصول على المركز الثالث دلوقتي؟ شايف ان المركز الثالث المره اللي فاتت كانت البطوله اصعب شويه، اصعب من البطوله اللي احنا حصلنا عليها في قطر، البطوله الاخيره للنادي الاهلي. يعني انت تقصد 2006 كانت اصعب شويه. انما الاثنين ليهم نفس الطعم ونفس الفرحه ونفس التاريخ اللي اتسجل، خلاص انت هنا ثالث وهنا ثالث. انما 2006 انا ميال ليها لان احنا عشنا اللحظات دي كلاعيبه داخل الملعب يا اسلام. الفتره دي كانت فتره جميله جدا وفتره يعني رائعه الحقيقه، وكان
التنظيم رائع وكل حاجه كانت حلوه في اليابان بصراحه. يعني انت شفت تنظيم كتير بعد كده عشناها، يعني انا عشتها 5 مرات مع الاهلي في كاس العالم للانديه، 5 مرات رحنا لليابان، كل مره احسن، ولان احنا تعرف الجيل بتاعنا اتحرم من كاس العالم، كاس العالم، فانت عشت اللحظات دي في كاس العالم للانديه وفي كاس العالم للقارات، يعني جزء بسيط من اللي كان المفروض تعيشه في كاس العالم للمنتخبات الكبرى. ايوه تركيز وانضباط ونظام وحاجة لاعب كورة، هو ده الأعلى مستوى للاعب كورة اللي كنا نتمنى إن احنا نلعب في كاس العالم، إنما ده كان تعويض عن يعني عدم المشاركة في كاس العالم، إنما هي كلها لحظات بصراحة عشناها ولحظات جميلة وفيها تاريخ اتكتب بعرق وبتعب وبتركيز لناس لعيبة أخلصت بصراحة للفنان. شفت اللحظة ووليد سليمان بيحط أو اللعيبة كلها بتحط للكابتن خطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأسطورة مصر في كرة القدم، شفت اللحظة دي إزاي وهم بيحطوا له الميداليات كلهم؟ من أحسن اللحظات بصراحة، ومن أحسن الأفكار اللي وردت في حفل توزيع ميداليات بصراحة. كابتن خطيب كان يستحق التكريم ده ويستحق كل لحظة حلوة اتعملت في الفترة دي نتيجة دعمه ومساندته، وان هو ورا الفريق في كل اللحظات بالظبط. يعني وانا قلت ان اللي هو عمله ده جديد طبعا على النادي الاهلي، ان رئيس النادي يبقى متواجد، واحنا عشنا فتره طويله في النادي الاهلي ما كناش بنشوف رئيس النادي الاهلي، فهو قام بدور الجمهور، احنا معانا كان الجمهور حاضر وكان في ظهرنا دايما، وهو اللي كان بيدفعك. لا فهو قام بدور جمهور النادي الاهلي، هو مثل جمهور النادي الاهلي مش رئيس النادي الاهلي، هو مثل جمهور النادي الاهلي في انه هو الداعم وهو الرمز اللي بيعوض غياب الجمهور عن المسانده في الملاعب وبخلال تواجده وقربه دايما من اللاعبين، وما يبقى الاسطوره بتاعتك ورمز النادي وقائد النادي ورئيس النادي متواجد وراك وتحس ان هو نفسه يبقى متواجد كلاعب في الملعب بيدعم الفريق قريب من الفريق، فانا اشوف ان هو يعني قام بدور مهم جدا في وقت صعب ووقت مهم ووقت حساس، عارفين قيمة تأثير غياب جمهور النادي الأهلي عن الفريق وعن المساندة وعن الدعم، فدي كانت نقطة مهمة جدا. ولحظة لحظة اللاعب اللي أعتقد أن وليد هو اللي بدأ النقطة دي وهو صاحب الفكرة في أنه يهدي الميدالية للكابتن خطيب، لأن هم كانوا حاسين بالدور ده جدا يعني. طيب خلينا بقى ننتقل الى مجال اخر وهو منتخبنا الوطني، ايه رايك في منتخبنا الوطني خلال هذه الفتره؟ وكان كلام كتير ان الاجنده الدوليه كابتن حسام ما لعبش فيها وليه ما لعبش فيها والكلام، ايه رايك في هذا الموضوع واساسا رايك ايضا في منتخبنا الوطني بشكله الحالي؟ يعني هو الجيل اللي موجود في المنتخب غير محظوظ بصراحه، الظروف الفتره اللي فاتت، اولا ظروف الكورونا وتوقف النشاط وعدم وجود مباريات، ثم المشاكل الاداريه اللي حصلت في المنتخبات وفي الاتحاد، واقاله وتعيين وعدم استقرار اداري اثرت بشكل كبير جدا على الجيل ده، فانا اشوف ان هم غير محظوظين شويه. يعني فتره اتمنى ان ما تطولش اكتر من كده، الجهاز الفني المنتخب يكون متابع اللعيبه الفتره اللي فاتت يستفيد من كل موقف، فانا شايف ان الامور كانت صعبه بعض الشيء الفتره اللي فاتت، انما نتمنى لهم التوفيق، عندنا تصفيات كاس العالم ان شاء الله هتبدا، مجموعه في المتناول اللعيبه بتاعتنا يقدروا ان هم يعني ان شاء الله يوصلوا كاس العالم مره ثانيه 2022، تبقى موجوده في قطر وهيبقى كل الدعم موجود للمنتخب والمسانده كبيره جدا، ففرصه ان شاء الله ان هم يوصلوا كاس العالم. اعتقد ظروف الدوري المصري حتى بقت افضل، الفرق بقى فيه لعيبه موجوده، الاهلي بقى كويس، الزمالك كويس، ودول لما بيبقى فيهم قوام فريق كويس المنتخب بينعكس عليه الموضوع، الاسماعيلي بدا يرجع في الفتره الاخيره، والاسماعيلي عنصر مهم من عناصر اللي دايما بتضخ اللعيبه للمنتخبات، فيعني انا اتمنى التوفيق ان شاء الله للجهاز الفني اللي موجود، كابتن حسام وبركات وسيد معوض وكابتن احمد ايوب وكابتن طارق مصطفى، كلهم يعني يستحقوا الدعم ان شاء الله، نشوفهم باذن الله في كاس العالم 2022 ان شاء الله. المنتخب الاولمبي واختيارات الكابتن شوقي غريب لكابتن محمد الشناوي، كابتن احمد حجازي، كابتن محمد الونش، شايفها ازاي؟ الثلاث لعيبه
مهمه جدا، ولعيبه يعني في ظل طبعا انا اشوف ان كان في صعوبه جدا في مشاركه صلاح وتريزيجيه مع المنتخب الاولمبي نتيجه تريزيجيه الاصابه، وصلاح طبعا ارتباطه مع ليفربول وعدم السماح ليه في بالسفر لان هي فتره كانت صعبه. فكابتن شوقي راح للاضمن والاكثر استقرارا في المستوى الفتره اللي فاتت. الونش عامل موسم ممتاز مع الزمالك الفتره اللي فاتت وهو الاكثر ثباتا في المستوى مع الزمالك. حجازي ودوره مع اتحاد جده ممتاز مع الفتره اللي فاتت. الشناوي ودوره وقيادته للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت. فثلاث عناصر انا اعتقد ان هم هيفرقوا جدا مع المنتخب ان شاء الله الاولمبي ويبقى ليهم تاثير كبير على الفريق. كان الافضل ان انا ما اخدش اثنين استوبرين مثلا واخد واحد استوبر وواحد في نص الملعب، كان الكلام على طارق حامد او عمرو السوليه في هذا التوقيت، كان الافضل من وجهه نظرك كده ولا كابتن شوقي شايف كده صح؟ والله انا ما تابعتش المنتخب الاولمبي كويس يا اسلام، ويعني ممكن يكون في مشكله في خط دفاع المنتخب الاولمبي ودي النقطه اللي خلت الكابتن شوقي ياخد حجازي وياخد الونش وياخد الشناوي. فيعني هو حاسس ان ممكن الكواليتي المطلوب مش على المستوى، وممكن هو في احتياج اكتر للمركزين دول، انما المراكز التانية هو عنده لعيبه واثق فيها اكتر ان هي تقدر تشيل وتعوض المكان ده بشكل جيد. يعني منتخبنا الاولمبي يقدر يعمل حاجه، يقدر ياخد ميداليه في ظل الاسماء اللي انت عارفها معظمهم؟ يعني والله اتمنى لهم التوفيق طبعا يا سلام، واتمنى ان اي حد بيرفع علم مصر يعني يحقق النجاح المطلوب. احنا لعبنا كلنا للمنتخبات وشفنا يعني ايه قيمه ان انت ترفع علم بلدك وتفرح جمهورك وترفع اسم بلدك في كل مكان. فانا اتمنى لهم التوفيق ان هم يظهروا في البطوله بشكل مميز، لعيبه لسه في بدايه المشوار وتقدر ان هي تكتب تاريخ لنفسها وللمنتخب المصري. طيب خلينا ناخد بعض التويتات اللي جايه لك على التويتر. تحياتي للصخره، مفيش تكافؤ فرص في كاس العالم للانديه في عدد المباريات، ده مصري حر. ايه رايك؟ مفيش تكافؤ فرص؟ هو نظام البطوله، انت عارف البطوله اصلا من البدايه هي فكره استعراضيه يا اسلام. بطل اوروبا بيجي وبطل امريكا الجنوبيه يجي يدخل على الدور قبل النهائي مباشره، فهي فكره استعراضيه، انما انا بعتبرها مكافاه وتشريف للأندية اللي بتفوز ببطولة القارة بتاعتها ان انت تتجمع ست أندية ست قارات ويبقى معاهم دلوقتي دخل البلد المنظم. واعتقد ان البطولة اللي جاية هيزيد عدد المنتخبات، عدد الأندية المشاركة في البطولة. يعني انا اشوف انها هتبقى ضغط كبير جدا على الانديه للمشاركه لما يرفع عدد الانديه والبطوله تفقد القيمه بتاعتها. هي انت كنت عايزها سته او خمسه زي ما انا عايزها زي ما هي بالظبط، الابطال القارات بس، لان ده زي ما بنقول مكافاه. مكافاه للمنتخبات دي تلعب عدد قليل جدا من الانديه. بالظبط، انما بعد كده هتلاقي الثاني دايما متواجد والثالث متواجد في البطولات القاريه، تلاقي بطل الكونفدراليه بتواجد، بطل بطوله كاس الاتحاد الاوروبي هتفقد القيمه والرونق بتاعها بصراحه يعني. طيب عمر طارق بيقول لك قيم لنا تجربتك كمدير كوره ورايك في جريدو. يعني انا قلت تعليق مختصر كده على التجربه، كانت تجربه غير ناجحه لانها ما استمرتش. طيب دايما الاستمراريه ما لحقتش يعني انا ما لحقتش. لك تتخيل ان انا في خلال سنه انا ما وقعتش ورقه، انا بس كنت محطوط منظر كده في الفتره اللي انا اشتغلت فيها. فيعني تجربه مش عايز احسبها ولا اقيمها ان انا اشتغلتها يعني. رايك في جريدو؟ جريدو مدرب كويس، كانت اول تجربه ليه في المنطقه العربيه، انما ما كانش لسه اكتسب الصفات والشخصيه اللي تتناسب مع اللاعب العربي يا اسلام بالصفات بتاعته. الضغط في الموسم، الضغط في الموسم ده اللي اشتغل فيه ده، بدا الموسم بخساره في بدايه الدوري، الامور كانت صعبه جدا، نادي الزمالك كانت عامل ضغط كبير جدا وقدر ان يفوز ببطوله الدوري. وانت عارف يعني ايه قيمه ان النادي الاهلي يخسر بطوله الدوري، فالضغط كان شديد جدا عليه، انما انا اشوفه وشهاده اللعيبه اللي كانت موجوده واحد من احسن المدربه اللي علمت اللعيبه كوره. اعتقد ان تريزيجيه كان معاك من فتره قريبه، لو سالته عليها واحد من الناس
اللي ساعده تريزيجيه بشكل كبير جدا، وانا كنت موجود معاه في الفتره دي وكنت بشوف، انما هو عابه طبعا العصبيه والنرفزه نتيجه ان هو جديد على القاره الافريقيه وعلى المنطقه العربيه يعني. انما مدرب كويس، انا وجهه نظري يعني. وابتدى ينام مني يا جماعه، خلي بالكم، ها ابتدى ينام مني وعينيه تحمر وبتاع. ماشي يعني خلاص هنخلص. محمد سعيد عامل ايه؟ جاي والله جاي حاجه كتير قوي. محمد سعيد بيقول حبيبي يا كابتن اشكرك جدا، وقول له هيكون في الاستوديو التحليلي في نهائي، هتكون في الاستوديو التحليلي في نهائي افريقيا ان شاء الله. منير معتز بيقول ممكن سؤال الكابتن وائل، مين هيلعب النهائي، هاني ولا اكرم؟ اعتقد موسيماني هو اللي هيقرر. طبعا موسيماني هو اللي هيقرر على حسب الحاله، خاصه ان محمد هاني غايب بقاله فتره. اكرم ماشي بشكل ممتاز، وقلت لك انه مفاجاه انه هو ينجح في المكان ده ويؤدي مباريات مهمه جدا. عارف اخطر لعيبه دلوقتي يا اسلام في الفرق هم الاجنحه. فالظهير بيبقى عليه مهمه صعبه جدا، لو نجح فيها بيساعد فريقه بشكل كبير. صخره مصر والنادي الاهلي منور الشاشه فخر الغربيه، مين اكتر مدافع بيعجبك في الدوري المصري؟ ده وليد العشري. انا اتكلمت طبعا على مدافعي النادي الاهلي مميزين طبعا، بدر عامل موسم ممتاز واضافه. يفكرك بعماد النحاس بدر ولا لا؟ طبعا بشكل كبير جدا. هادي وعاقل وراسي كده في ادائه وثقته من غير ما يتكلم كتير في الملعب. فدي نقطه مهمه جدا، فهدوءه ده اضاف كتير لدفاع النادي الاهلي. في المدافعين كمان الونش عامل موسم ممتاز مع نادي الزمالك، ولاعب مجتهد ولاعب مميز جدا يعني، عقده عندي لسه في البيت لغايه دلوقتي، بس الظروف ما تمتش انه يعني. هو الونش كان جاي الاهلي، مضى للنادي الاهلي. اما كنت انت مدير كوره؟ اما انا كنت موجود. بس يعني حصلت شويه مشاكل. صوره من العقد ده، حصلت شويه مشاكل كده، الظروف ما سمحتش. مجتهد، انما لاعب مجتهد ولاعب عنده روح واصرار، ان شاء الله يبقى موفق مع المنتخب باذن الله. خلاص انا هخلص المنتخب بس. بالمناسبه احنا عايزين برضو نتكلم في علاقه لعيبه الاهلي والزمالك، لانه احنا دائما هنا بنحاول ان احنا نبعد عن التعصب، الا لو حد اتكلم فلازم نرد. لكن علاقه لعيبه الاهلي والزمالك الناس بتشوفها ان هي جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه. قعدت فترات طويله جدا في المنتخب وكان معاك لاعبين كبار الحقيقه في نادي الزمالك في ذلك الوقت، من وجهه نظرك شايف الموضوع ده يتحل ازاي، العصبية الشديدة جدا اللي موجودة دلوقتي؟ يعني احنا طبعا زي ما قلت يا اسلام عشنا فترة طويلة في المنتخب مع بعض، لعيبة اهلي ولعيبة زمالك، ودربنا اسطورة الزمالك اللي هو كابتن حسن شحاتة. مظبوط. يعني كنا 7-8 لعيبة من النادي الاهلي موجودين اساسيين في المنتخب المصري، ومدرب بتاعك اسطورة نادي الزمالك. عمرنا ما حسينا باهلي وزمالك دي مع كابتن حسن شحاتة، فعلاقتنا بلعيبة نادي الزمالك في المعسكر كانت ممتازة جدا. وسيبك من المنافسة والصراع داخل الملعب، كل واحد بينتمي لفريقه طبعا. يعني يمكن السوشيال ميديا بعض الشيء زودت شوية العصبية دي، زودت المشاكل شوية، إنما تبقى العلاقة بيننا وبين بعض كلاعبين علاقة ممتازة جدا، ونتعامل باحترام وبأدب، و كل واحد بيحبه فريقه بعيد عن العصبية وعن محاولة خلق صراعات وخلق مشاكل وهمية. إنما يعني إحنا بنحترم بعض خارج الملعب جدا، ولما بنتقابل بتلاقي الاحترام ده موجود في التعامل ما بيننا وبين بعض يعني. أخيرا يا كابتن وائل، لو عايز توجه رسالة لجمهور النادي الأهلي، بص الكاميرا وقول لهم الرسالة اللي أنت عايز توجهها، عشان خلاص يا جماعة معلش هو ابتدى يروح مني خلاص. سقط شوية. ابتدى يسقط، اللي هو قاعد يتكلم ويطلع تاني. فمعلش يعني بعد إذنك، رسالة لجمهور النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي في المباراة النهائية، للجهاز الفني، لمجلس إدارة النادي الأهلي. زي ما قلت في بداية الحلقة، أنا سعيد جدا أن أنا في بيتي وفي قناة النادي الأهلي، قناة الخير كله علينا يعني. النادي اللي هو كان سبب في شهرتنا وسبب في سعادتنا وسبب في أنه دخل سعادة لبيوت كتير جدا في مصر. سعيد أن أنا موجود في النادي الأهلي، إن شاء الله نفرح كلنا في المباراة النهائي الأفريقي، مباراة مهمة ومباراة منتظرة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي أدمن البطولات الأفريقية. أيوه. خلاص بقى دلوقتي لو ما خدتش البطولة الأفريقية يحصل مشكلة ويحصل أزمة كبيرة. فبتديك انتصار وبتديك تألق.
اتمنى ان شاء الله ان انا افرح مع الجمهور في الاستوديو ان شاء الله بالمباراه دي والبطوله دي، وكل الدعم مننا للنادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي في صالح النادي الاهلي، وكل شيء يتعلق بان النادي الاهلي يفضل رقم واحد في افريقيا ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي بقى اخيرا، يعني جمهور النادي الاهلي هو البطل وهو الداعم وهو السند للنادي الاهلي. شوف اي ازمه بتحصل للنادي الاهلي مين اللي بيقف للنادي الاهلي ويقف يساند النادي الاهلي ويدعم النادي الاهلي. النادي الاهلي قوته في جمهوره، وطول ما هو يعني في ظهر النادي الاهلي عمر النادي الاهلي ما حد يقدر يجي ناحيته. فكل الدعم ليهم وكل الحب وكل الانتماء وكل الفخر بان احنا بننتمي للنادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا كابتن وائل، شرفتنا ونورتنا بيتك، ويعني مبسوط جدا ان انا شفتك، ومبسوط جدا ان انا قاعد معاك، وفخور ان انا قاعد معاك ولعبت معاك في وقت من الاوقات، ودايما جوه بيتك، ودايما يعني انا قلت لكم النهارده يا جماعه هو كان بيحط لنا الاكل بايده والله، يعني كنت انا وايهاب كان بيحط لنا الاكل بايده، فيعني قد ايه الواحد كان بيبقى مبسوط وسعيد جدا بوجودك. وكان نفسي طبعا الحلقه تطول وممكن نطولها للصبح، بس انا شايفك عينك خلاص احمرت. انا بشكرك. احنا في سبيل سعاده جمهور النادي الاهلي، ولو رؤيتنا يعني ان هم يشوفونا موجودين في النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، احنا مستعدين نقعد للصبح زي ما انت قلت. وانا بقول لك ما اقدرش ارفض طلب لحاجه تخص النادي الاهلي يا اسلام. فانا كنت سعيد جدا ان انا موجود معاك، وسعيد بالشكل اللي انا شفته معاك في القناه، والتطوير اللي انت اضفته للقناه، ودي حاجه تشرفنا طبعا كلنا ان ده شكل يليق بالنادي الاهلي ويليق بقناه النادي الاهلي. والله سعيد جدا ان انا كنت موجود معاك. يعني اشكرك يا نجم على وجودك معانا، وان شاء الله بعد النهائي نتقابل مره باذن الله. ان شاء الله. اشكركم جدا اعزائي المشاهدين، النهارده كان معانا حلقه مميزه جدا، النجم الكبير كابتن وائل جمعه، زي ما حضراتكم شفتوا كلام من القلب بيصل دائما للقلب. هسيب حضراتكم اسمعوا قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، وبعد هذه القرارات أشكر حضراتكم، وأنا إن شاء الله هشوفكم يوم الحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير. كل تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام ومتابعي النادي الأهلي وجمهوره العظيم في كل مكان. خلال هذه الدقائق القليلة نستعرض معكم أهم أخبار وقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي الذي انعقد في مقر النادي بالجزيرة اليوم الأربعاء 7/7/2021. المجلس في بداية هذه الجلسة المهمة اللي امتدت لساعات طوال الحقيقة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استعرض عمل الخطط الخاصة بالشركات وخطط العمل المقدمة من رؤساء مجالس إدارات شركات الأهلي الثلاث، اللي هي شركة كرة القدم وشركة المنشآت الرياضية وشركة الخدمات الرياضية، اللي المجلس خد قرار بالمضي قدما في تأسيسها، وأوكل لنخبة متميزة من أبناء النادي الأهلي العمل عليها سواء كرؤساء مجالس إدارة أو أعضاء في مجالس إدارة هذه الشركات. المجلس وافق أيضا على رأس المال الخاص بهذه الشركات والمقدم من رؤساء مجالس إدارة الشركات وحصص المساهمة المملوكة للنادي الأهلي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار التراخيص اللازمة وتقديم كل المقومات المتعلقة بتأسيس هذه الشركات مع هيئة الاستثمار بكل تأكيد. كمان وافق المجلس الحقيقة على تشكيل الأجهزة الفنية، كنا عرضنا على حضراتكم خلال الاجتماع الماضي مجموعة من الأسماء الممثلة لتشكيل هذه الأجهزة. النهاردة المجلس اعتمد تشكيل الأجهزة الفنية بالكامل لكل اللعبات الرياضية اللي بيتم ممارستها في النادي الأهلي، ليخلق مبكرا نوع من الاستقرار للاستعداد للموسم القادم بإذن الله. كمان قرر مجلس الإدارة أو وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة بعثة النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم التي تغادر إلى المغرب للعب نهائي دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله يوم 17/7 في كازابلانكا أمام نادي كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا. كل الأمنيات الطيبة بإذن الله للفريق الأول لكرة القدم بتحقيق أمال وطموحات جماهيره الكبيرة والفوز بهذه البطولة لتضاف إلى سجل الإنجازات والبطولات اللي حققها النادي الأهلي عبر تاريخه. عايز أقول لحضرتك كمان أنه مجلس الإدارة اعتمد الحقيقة
الدراسة المقدمة بخصوص نظم السداد المتعلقة بالحصول على عضوية النادي الأهلي في المقر الرئيسي وكذا الفروع المختلفة للبنوك والمؤسسات والشركات وكمان الهيئات المختلفة. هذه النظم بتدي فرصة الحقيقة لكل الراغبين للانضمام إلى عائلة النادي الأهلي أنه ينضم بضوابط معينة وبنظم سداد. العضو الراغب في الانضمام لعائلة النادي الأهلي يستطيع أنه يتعامل معها ويستفيد من بعض هذه الخطط المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي. حضراتكم عارفين أن عضوية النادي الأهلي الآن 750 ألف جنيه للمقر الرئيسي و250 ألف لفرع زايد و250 ألف لفرع التجمع. كمان مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه وفر الدعم ووافق فورا على شراء كل الأجهزة الطبية المطلوبة لعملية استشفاء وعلاج لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في إطار التطوير والتحديث وتوفير كل الحقيقة متطلبات الفريق الأول لكرة القدم لتوفير بيئة ومناخ مواتي للاعبي النادي الأهلي وبما يتسق مع قيمة النادي الأهلي وأهدافه وطموحاته. ووافق المجلس أيضا في اجتماعه على اعتماد الهيكل الإداري للصالة الجديدة المزمع افتتاحها قريبا في فرع الشيخ زايد. حضراتكم عارفين في خطة إنشائية كبيرة وضخمة جدا في النادي الأهلي سواء في المقر الرئيسي أو في كل الفروع. في هذه المرة الشيخ زايد له نصيب الأسد زي ما كان مدينة نصر لها نصيب الأسد قبل عدة شهور في مجموعة من الصالات للسكواش والكاراتيه تنشأ في الشيخ زايد وتم اعتماد الهيكل الإداري لها بإذن الله. أخيرا المجلس كلف الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بتوفير كل سبل الدعم والمساندة للاعبي النادي الأهلي في الفرق المختلفة المشاركة في بعثة مصر المتجهة إلى طوكيو إن شاء الله للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في إطار حرص النادي الأهلي على تمثيل أبناء النادي الأهلي وتمثيل مصر تمثيل مشرف يليق باسم النادي وباسم بلدنا الكبيرة في هذا المحفل الدولي الهام. دي كانت مجموعة من القرارات مش كل القرارات لكنها كانت أبرزها اللي وافق عليها أو قررها مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد الأربعاء 7/7/2021 بالنادي الأهلي. شكرا لحضراتكم ودائما النادي الأهلي في المقدمة.